مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد وحلقه جديده من المحترف. كلنا زعلانين، مفيش شك كلنا زعلانين، وعايز اتكلم مع حضراتكم معلش بكل امانه وبكل صراحه دلوقتي. زعلانين على خروج منتخبنا من سباق المونديال. كان في امال وطموحات كبيره جدا جدا للشعب المصري لوصول منتخبنا للمره الثانيه على التوالي في انجاز، ما تكررش. ليه؟ طبعا كاس العالم قطر 2022 لحظه مصارحه لازم نتكلم عليها، وللاسف للاسف للاسف لحظات المصارحه في تاريخ الكره المصريه بقى كتير قوي. بعد كل اخفاق، بعد كل هزيمه، بعد كل انكسار، الدنيا بتقوم ما بتقعدش. لازم يا جماعه يكون في تغيير، لازم يكون في خطه، ولازم ولازم ولازم. للاسف الكلام ده بيتكرر، وتلاقي بعد اربع خمس ايام، بعد اسبوع، الدوري المصري بيرجع تاني، وكل بينسى كل حاجه عن الكره المصريه، وبنخش في دايره المنافسه المحليه. وللاسف لغايه دلوقتي وانا بتابع السوشيال ميديا وكل البرامج مقتصره بشكل سطحي جدا على المشكله اللي احنا واقعين فيها. بعض البرامج وبعض النقاد اتكلموا عن الطموح، هنعمل ايه الفتره اللي جايه. ده مهم جدا، وانا من خلال المحترف ومن خلال حضراتكم هديكم نموذج لالمانيا ونموذج لاسبانيا، ازاي الدولتين دول اشتغلوا. بتكلم على المانيا واسبانيا، ازاي لما جه لحظه الانكسار ولحظه يعني المصارحه ازاي الناس دي اشتغلت. لكن خلينا اتكلم قبل ما اتكلم على ده وعلى المانيا وعلى اسبانيا، خلينا اتكلم بكل امان. المنتخب السنغالي منتخب قوي، يستحق الوصول لكاس العالم؟ نعم يستحق الوصول لكاس العالم. منتخبنا يستحق كل التقدير والاحترام؟ ايوه اللعيبه تستحق كل التقدير والاحترام في مش هقول حدود امكانياتنا، لان ممكن امكانياتنا تكون افضل من كده، لكن في حدود ان انت بتلاعب فريق كل لعيبته بيلعبوا في الدوري، في الدوريات الاوروبيه الكبيره، فريق اتبنى، مش فريق بالصدفه، فريق اتبنى خلال السبع سنين اللي فاتوا. هذا الجيل هو افضل جيل للمنتخب السنغالي. عملوا ده ازاي؟ ده اللي هنتكلم مع حضراتكم فيه. جيب الصدفه، لان احنا للاسف كل بطولاتنا وكل انجازاتنا اعتقد كانت بالصدفه. خلينا انا صريح معاكم، بالصدفه. احنا وصلنا كاس العالم ثلاث مرات، 34 كانت المنافسه محدوده جدا، سنة 90 وسنة 2018. سنة 90 تجمع بالصدفة جيل من اللعيبة المميزة جدا جدا في كل المراكز. كان ليا الشرف ان انا اكون واحد واصغر لاعب في هذا الجيل مع مدرب قدير جه اكيد بالصدفة. مدرب عبقري الراحل الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري، وقدرنا نوصل كأس العالم 90. بعد غياب 58 سنة عن 34. وفضلنا 28 سنة بعديها عشان يجي جيل مميز بالصدفة. ما بين الجيلين دول كابتن حسن شحاتة مدرب عبقري، مدرب كبير بالصدفة، مع جيل تجمع على مستوى عالي جدا في كل المراكز، بداية من عصام الحضري لغاية عماد متعب. جيل تجمع بالصدفة، وكان النتيجة الحصول على البطولة الأفريقية في إنجاز لن يتكرر للكرة المصرية إلا إذا اشتغلنا واجتهدنا وعملنا اللي علينا. فعايز أقول لحضراتكم إن إنجازات الكرة المصرية كلها مش مدروسة، مش مخطط ليها. طيب لغاية إمتى؟ ولما أقول لغاية إمتى عايز أخد شوية من القيادة السياسية. سمعنا عن مصر 2030، سمعنا عن مصر 2050 في مجال الصناعة، في مجال الطرق، في مجالات كذا وكذا وكذا وكذا. طب هو فين مصر 2030 او مصر 2050 من كرة القدم، من الرياضة، من الحاجة اللي الشعب المصري كله بيعشقها؟ فين المسؤولين عن هذا التخطيط؟ بنخطط على مستوى الطرق، على مستوى الصناعة، على مستوى التجارة، على مستوى لمصر 2030، فرجوا عليها هتبقى عاملة ازاي مصر 2050. لكن فين صناع الرياضة من هذا التخطيط؟ فين مصر الرياضية في 2030 و2050؟ هو ده اللي لازم نتكلم عليه. واتمنى يا رب، بقول يا رب الكلام اللي بقوله ما يتنسيش كمان ثلاث ايام
او بعد بكره مع بدايه الدوري المصري. ويا ريت الكلام اللي الناس بتتكلم عليه مش هي دي مشكلتنا، كيروش يقعد لا كيروش يمشي، لا يقعد لا يمشي، مش دي مشكلتنا. كيروش هيقعد ولا هيمشي، ومشينا بنفس النهج هي هي نفس النتيجه. هنستنى تاني صدفه يتجمع اجيال على مستوى عالي عشان نروح كاس عالم وناخد امم افريقيا؟ نستنى لو هو ده الحل للمسؤولين في كره القدم، نستنى. لكن مش هو ده الحل يا جماعه. ناس كتير جدا سبقونا، منتخب مصر اسم كبير جدا في افريقيا، ودايما هقول كده. تفتكروا مع حضراتكم مستوى المنتخبات الافريقيه في بطوله الامم الافريقيه اللي فاتت؟ غينيا بتساو كان حد بيسمع عنها؟ معظم لاعبتها محترفين. الكونغو كان حد يسمع عنها؟ كل لاعبتها محترفين. دي جزئيه تانيه، ان احنا عدد المحترفين المصريين اللي بجد بيشرفونا عدد قليل جدا جدا، لا يليق باسم منتخب مصر او بمصر اللي عندنا. وبنقول يا ما عندنا مواهب، عندنا مواهب، بس هنشتغل على المواهب دي ازاي؟ ده اللي لازم نشتغل عليه. فكلنا زعلانين وكلنا متضايقين وكلنا يعني انا قلتها، احنا اللي ظلمنا نفسنا، احنا اللي ظلمنا نفسنا ساعه ما حتى ما عملناش اللي علينا. ان في الاجنده الدوليه لازم تلعب عشان تصنيفك يكون قدام، ومش بال يعني ومش بال يعني بالضروره ان انت لو كان تصنيفك الاول كان ممكن توصل كاس عالم، مش هي دي النقطه. لكن الشغل المفروض يتعمل ما اتعملش، الشغل المفروض يتعمل انك تطور اداء اللاعبين ما اتعملش. وتقول لي مال اتحاد الكوره ومال تطوير اللاعبين، حاجة لحضرتك وهكلمك على المانيا اشتغلت ازاي. هنيجي لنقطه تانية مهمه جدا، تتكلم على المدربين. طيب كروش يقعد لا يمشي؟ طب الناس اصله ما فيش مدرب مصري يقدر يمسك المنتخب في اليومين دول، دي اهانه كمان لصناع الكره المصريه، اهانه كبيره جدا لما تقول لا ده ما لغايه دلوقتي ما ظهرش مدرب كده يقدر يقود منتخب مصر. انا ما بلومش على المدربين الموجودين، لكن بلوم على المنظومه. وحاجه لحضرتك ان المانيا بجلاله قدرها في سنة 2001 أول حاجة عملتها قبل ما تدور على الموهوبين، لا دي طورت المدربين. 200 مركز تأهيل مدربين في ألمانيا سنة 2001، 200 مركز تأهيل مدربين على أعلى مستوى. العدد اللي أقوله لحضرتك دوت يعني من خلال الأرقام، إن المدربين في ألمانيا الحاصلين على البرو لايسنس، على الرخصة دي التوب اللي يقدر بيها يدرب اي فرقه في العالم واي منتخب في العالم، وصل لحوالي 1950 مدرب. في مصر عندنا اعتقد اتنين. بتكلم على المدربين الالمان اللي خلال، بنتكلم على يورجن كلوب، بنتكلم على توخيل، بنتكلم على رالف رانك في المان يونايتد، بنتكلم على مدربين وصلوا 28 مدرب الماني بيعمل بره المانيا. بنتكلم على مدربين المان، واحد عنده 34 سنه ماسك البايرن ميونخ. بنتكلم على مدير فني الماني ماسك المنتخب الالماني عنده 42 سنه. بنتكلم على عدد المدربين المؤهلين لتدريب أي منتخب في العالم وصل في ألمانيا ل 1590 مدرب. فدي منظومة، دي منظومة، مش عايزين نظلم الناس، احنا عايزين نشتغل وعايزين بلدنا في أحسن حتة في العالم. المشكلة واللي بيضايق الواحد إن احنا قادرين، المشكلة اللي بيضايق الواحد إن انت شايف الطريق وعارف إن الطريق ده هو الطريق الصح، بس الطريق الصح ده عايز شغل كتير جدا وعايز مجهود كبير جدا وعايز اصرار كبير جدا وطريق طويل، لكن هيوصلك لنقطه ان انت وانت قاعد اي مشجع مصري قاعد مطمن ان منتخب بلده في كاس العالم اللي جايه، في كاس العالم اللي جايه كل اربع سنين. احنا شفنا التجربه، مش هقول لك التجربه الالمانيه ولا الاسبانيه ولا الهولنديه، التجربه السعوديه. السعوديه بتوصل كاس عالم قبل يعني نهاية التصفيات بجولة نتيجة تخطيط. المنتخب السعودي أكثر الأندية أو أكثر المنتخبات العربية وصولا لكأس العالم نتيجة تخطيط. تخطيط وصلت يعني 6 مرات لكأس العالم نتيجة تخطيط. فلما أجي أتكلم يا جماعة التخطيط، محدش يقول لي يا كابتن يعني الكرة في الراس مش في الكراس، الكلام ده كان زمان. عايز أقول لكم كمان معلومة مهمة جدا،
حضراتكم شفتوا ألمانيا في 2014؟ ما كان يميز الكرة الألمانية، وأنا عشت الكلام ده 11 سنة في ألمانيا، القوة والجري واللياقة البدنية العالية دي كانت الكرة الألمانية، وبتلعب كرة طويلة وبتجري وراها قريبة من الكرة الإنجليزية. حضرتك شفت الكرة الألمانية في 2014، حضرتك بتتفرج دلوقتي على بايرن ميونخ بيلعب إزاي. هو الجيل ده جه صدفة؟ يعني فجأة كده الكرة الألمانية من كرة قوة ولياقة بدنية لكرة التيكي تاكا والمهارات؟ لا، مش صدفة. حضرتك المنتخب الألماني أو الاتحاد الألماني في 2001 2002 قال لك إحنا عندنا مشكلة، فعشان نعمل إيه، نحل المشكلة ديت، هنوري لحضراتكم بعض الصور اللي بتبين قد إيه التخطيط. حضراتكم شايفين ديت بيتكلم على احنا مع بعض ليه مستقبل افضل للكرة الالمانية. دي صورة بتبين اولا عندك الدي اف بي، ده الاتحاد الالماني، الجزء اللي تحت في العين دوت معناها الاندية، ده جزئين من اربع اجزاء اشتغل عليهم الخطة الالمانية. هتلاقي في صورة في الاف دي بي فوق على الشمال هتلاقي لعيبة المنتخب الالماني في مستويات، نتكلم على مستوى الشباب او المنتخب الشباب. دي الجزء الثاني في الباند اللي هو رابطه الانديه، وخلي بالك من الجزء اللي تحت شوله. شوله معناها المدارس، انت بتتكلم على المدارس. ليه المدارس؟ انا واحد لعبت في دوري المدارس، وكم عدد المواهب الموجوده في المدارس، عدد كبير جدا من الولاد الصغيرين اللي ما عندهمش فرصة ان الناس تشوفهم. الألمانيا اشتغلوا على كده. الصورة اللي حضرتك شايفها تحت دي صورة ولد عنده 5 6 سنين. الاتحاد الألماني كان مركز جدا على موضوع المدارس. يبقى عندك اربع محاور. الجزء اللي يتكلم عليها ده عندك الهرم من 1 لـ7. الجزء الاولاني بيتكلم على الولاد الصغيرين، ازاي الولاد الصغيرين نشتغل معاهم، عبارة عن ايه. دي عبارة عن مكتوب تحت كده كيندا جاردن اند شولا. كيندا جاردن يعني حضانه والمدارس، بدايه من الولد في الحضانه، ما بتكلمش على ولد عنده 10 سنين ولا 11 سنه، الولد اللي في الحضانه وفي المدرسه، ده الستيج الاولاني. تطلع فوق على الستيج الثاني بتتكلم على بعض الانديه، جزء ثاني، ده السبع او الهرم اللي اشتغل بيه الاتحاد الالماني زي ما بقول لحضراتكم من الاول لـ7. زي ما بتكلم نمره 1 البدايه اللي هو الولاد اللي عندهم في الحضانه وفي المدارس، ده هيشتغلوا معاهم ازاي. نمره 2 يشتغلوا على التكنيش، على التكتيك بتاع الكره، المهارات بمعنى اصح، وشبيلريش ده متعه اللعب، اشتغلوا عليها. نمره 3 بيتكلموا على الفوسبال سبيشاليست، يعني التخصص في كرة القدم، تمرينات تخصصية. نتكلم على نمرة 4 ازاي بتبدأ تديله زي ما بقول برامج تدريبية اعلى، يعني في تدرج. نمرة 5 بتوصل انك بتبدأ موضوع اللياقة البدنية والمهارة المبنية على اللياقة البدنية. نمرة 6 بتتكلم كمان على التوب ليفل بتاع تقريبا الكمال، كمال لله وحده، لكن بيتكلم على الكمال في الاداء على مستوى اللياقه وعلى مستوى التكتيك. نمره 7 ده اكتر حاجه ونقطه مهمه جدا، الاستقرار. الاستقرار بعد ما وصلت للـ6 بتتكلم على الاعلى محتوى، وبتتكلم على الاستقرار، ان انت الاستقرار لمده 5 6 7 8 10 سنين، انك عندك قاعده تستقر بيها. الصورة اللي بعديها بعد إذنكم نشوف كمان الصورة اللي بعديها. زي ما بقول لحضراتكم طريقة اللعب، هنيجي لطريقة اللعب وهتكلم مع حضراتكم. هم حطوا أكتر من طريقة لعب بداية من سن 5 سنين أو 6 سنين لغاية الفريق الأول. اختاروا ما بين 4-3-3، الصورة اللي على الشمال لحضراتكم 4-3-3 أو بمشتقاتها 4-2-3-1، ده طريقة لعب. الصورة اللي في النص 4-4-2 و4-4-2 بصورتين، ما بين قوسين حد كده مكتوب عليها ميت راوتر، يعني المنحرف بشكل منحرف. هتلاقي الأربعة في نص الملعب شبه منحرف، أو شبه يعني واحد وقدامه واحد واثنين على اليمين وعلى الشمال، ودي أو 4-1-3-2
ودي طريقة لعبة تانية، أو آخر صورة مع حضراتكم طريقة 4-4-2 الفلات اللي هو أربعة في وسط الملعب بيلعبوا فلات قدامهم راسين حربة. فده الشغل اللي اشتغله المنتخب الألماني. المنتخب الألماني اشتغل على 4-2-3-1 فترات طويلة جدا جدا، فتثبيت اللعب ده كان مهم جدا. الصورة اللي قدام حضراتكم دي مهمة جدا، خلي بالكم الصورة ديت من 2008. الصورة دي من 2008. في 2008 كانوا بيقولوا اللي عنده من 3 سنين ل6 سنين، من ده الكلام ده في 2008، اللي عنده من 3 سنين ل6 سنين هيمثل منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026. في 2008 اللي كان عنده من 7 سنين ل10 سنين هيمثل منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022. في 2008 اللي كان عنده 11 سنة ل14 سنة ده اللي مثل ألمانيا في 2018. في 2008 اللي كان عنده 15 سنة ل18 سنة ده اللي هيمثل ألمانيا أو اللي مثل ألمانيا في 2014. وساعتها في 2008 كانوا بيقولوا الولاد اللي هم تحت 19 سنة أو تحت 21 سنة هم دول اللي هيمثلوا ألمانيا في كأس العالم. ده صورة مهمة جدا ليورجن كلوب. يورجن كلوب، وزي ما بتكلم مع حضراتكم إن الخطة دي كمان على التكنولوجي بتاع كرة القدم، الفيديو أنالايز. الفيديو أنالايز ده شغال في أوروبا بقاله كتير جدا، إن الناس ديت من خلال الصورة، من خلال التحليل الفيديو، واللي كان موجود فيه يورجن كلوب واشترك مع الاتحاد الألماني في هذه الصناعة، صناعة كرة القدم، كان متواجد في الفيديو أنالايز وكان موجود بشكل مباشر خبراته الكبيرة. الصورة دي كمان مهمة جدا، بيعتمد الاتحاد الألماني خطته على 4 محاور: التكتيك والكونديشن والتكنيك والبرسوناليتي. البرسوناليتي الشخصية ده لازم تكون موجودة، شخصية اللعيب لازم تكون على أعلى مستوى، التكتيك لازم يكون على أعلى مستوى، الكونديشن لازم يكون على أعلى مستوى، والتكنيك والشخصية. زي ما بقول لحضراتكم الشخصية مهمة جدا، واللي حواليه دوت عوامل أساسية. يعني فوق تبص فوق تلاقي الصحة، لازم يبقى على مستوى الصحة جيد جدا. اللي تحتيها الفيديو اتكلمنا عليه، اللي تحتيها بنتكلم على التدريب الخاص، اللي تحتيها بنتكلم على اللعيب المميز اللي عنده مهارات أساسية، نتكلم الناحية التانية على البيولوجيك اللي بنتكلم عليه لازم يكون موجود، لازم العملية النفسية والتحضير النفسي لازم يكون موجود. اللي بعديها بتتكلم على القصوى، يعني الوصول لأقصى مدى من المنافسة لازم تكون توصل لدول. اللي بعديها عندك السبورت ميديسن، سبورت ميديسن اللي هو الملف الطبي للعيبة، ان كل اللعيبة لازم يكون عندها ملف طبي، يبقى من اول ما يكون عنده 8 سنين 10 سنين يبقى عنده ملف طبي، الراجل ده بيتصاب كتير يبقى لازم نعالجه بشكل مميز او نستبعده خالص، ده مهم جدا. واخر حاجة عملية الفيتنس. الارقام اللي قدام حضراتكم دي تاني، علشان بقول لحضراتكم دي ارقام من 2008، عدد اللعيبه المسجله، عدد اللعيبه اللي كانت مسجله في الاتحاد الالماني في 2008 وصل 6,700,000. 6,700,000 في 2008، ده عدد اللاعبين المقيدين في الاتحاد الالماني. بيتكلموا في 5 دوريات، 5 دوريات، يعني عندك بوندسليغا 1 و2 و3 وعندك 4 و5 بمعطيات مختلفة، فيها الهاف أماتور وفيها دوري المناطق ده، لكن عندهم 5 دوريات. انت بتتكلم على منظومة، والكلام اللي بقول لحضراتكم دوت على مستوى ألمانيا في 2002. تخيل ان هذا البرنامج مستمر حتى الآن، حتى الوقت اللي بكلم حضراتكم فيه، لان هذا النموذج وهذا التخطيط يستمر ل2026. على مستوى المدربين زي ما بقول لحضراتكم كروش يقعد يمشي؟ لا، انت عندنا واحد قعد 14 سنة بنتكلم على لوف. لوف خرج من الدور الأولاني من كأس العالم وهو كان بطل العالم 2014، 2018 خرج من الدور الأولاني، وبالتالي كمان على مستوى الاستقرار كان استقرار كبير جدا. مهما كان النتائج احنا ماشيين على خطة يا عم، ونجيب واحد، لو هنجيب واحد بتكلم على منتخب مصر، لو عايزين تشتغلوا عندنا نماذج هي موجودة، خدوا الخطة دي اشتغلوا عليها،
بلاش بالظبط كده لو قدراتنا الماديه ما تسمحش ان احنا نعمل كده، ولكن انا عندي علامه استفهام لان عندنا قدره ماليه كويسه جدا وعندنا ميزانيه وعندنا ناس مهتمه بالرياضه بشكل كبير جدا. لو قدرنا نحط ميزانيه عشان نشتغل كده هنشتغل كده، لكن الناس للاسف بتستسهل. الامور بتخش في الدوري والكاس وابطال افريقيا والدنيا تيجي، طب كروش يقعد، لا هنجيب واحد تاني. ولازم يا جماعه اللي المدرب اللي يجي كمان لازم يكون هو عارف امكانيات لعيبه منتخب مصر ايه. يعني دايما المدرب لما اجي انا اكون بمسك منتخب انا بشوف الادوات اللي عندي ايه وبحط الخطه عليها. يعني عايز اقول لحضراتكم المانيا قالت من اول المنتخبات من منتخبات الناشئين للمنتخب الاول طريقه لعب واحد هنتفق عليها 4-2-3-1. فما ينفعش، ما بلومش كابتن شوقي غريب ولا بلوم اي حد، ما ينفعش ان الكابتن شوقي غريب بيلعب في الاولمبياد بطريقه 3-4-3 والمنتخب الاول يجي مع كروش او مع كابتن حسام البدري اللي كان بيلعب 4-2-3-1 وبعدين يجي كروش يلعب. لا انا ولا 3 ولا بلعب ب3 وبلعب ولا بلعب ب2 في نص الملعب، انا بلعب 4-3-3. فتبدا اللعيبه طيب حتى الاستفاده على مستوى المنتخبات الاولمبيه، الولد يطلع منتخب اولمبي بيلعب 3-4-3 وبعدين يطلع المنتخب الاول لا ده انا بلعب 4-2-3-1 وبعدين يجي مدرب تاني لا يا عم انا بلعب 4-3-3. فمش مفاجاه بالنسبه لكم ان منتخب السنغال يفوز، مش مفاجاه بالنسبه لكم ان نعلق الشماعات على محمد صلاح. انا اسف ما نعلقش شماعات لحد، ده جيل من اللعيبه، جيل طلع عمل انجازات في وقت كويس قوي ولكن في قدرات فنيه. ده اللي بكلم حضراتكم عليه. عدد في 2002 عدد المقيدين في الاتحاد الالماني لكره القدم 6,490,000، عندهم 25,869 نادي تحت رعايه الاتحاد الالماني، عندهم 21 لاندسفيرباند ده اللي هو المناطق قسموها ل 21 منطقه وخمسه ريجنار فور باند دوت على المستويات الدوري. بنتكلم على عدد كبير جدا. لو سمحت هتقول الصوره اللي بعديها سريعا. الصوره دي زي ما اتكلمنا على منتخب المانيا منتخب اسبانيا، انت الصوره ديت اللي يفتكر الصوره دي هو فوز المنتخب الاسباني باليورو 2008. جر الصوره وصلوا الكلام ده ازاي اسبانيا خدت كاس امم اوروبا 2008 وهي كان عندها مشكله انها توصل. جمعوا المدربين المخضرمين اللي عندهم خبرات كبيره جدا وبداوا يتناقشوا ازاي ننهض بالكره الاسبانيه. الصوره اللي بعدها 2001 و2002 بداوا يبصوا على عناصر منتخبات الشباب والمنتخبات الاولمبيه، هنطور اللعيبه دي ازاي؟ هنشتغل عليها ازاي؟ حطوا 3-4 نماذج، تاني طريقه اللعب لازم بداوا ب 4-4-2 وبعدين هيغيروا الطريقه بشكل مختلف. كل ديت في خطط محطوطه للمنتخب، مناقشات ما بين قطاعات كبيره جدا من المدربين المخضرمين اللي عندهم خبرات في قطاعات الناشئين وقطاعات الشباب، في محادثات، في بدا الاختيار بالنسبه لمنتخبات الشباب والمنتخبات الاولمبيه ومنتخبات الناشئين، بدا يحطوا دايره على اللعيبه المميزه. والله ده منتخب الشباب او منتخب الناشئين ده في ولد كويس قوي نمره 8 ده حط لنا علامه عليه، والولد 15 ده راس حربه كويس حط علامه عليه. اللي بعده لا احنا هنلعب 4-2-3-1، هي دي الطريقه اللي هتلعب بيها كل المنتخبات، منتخبات اسبانيا بدايه من منتخب الناشئين حتى المنتخب الاول. بداوا في طبعا دي كانت مباراه او المنتخب الاسباني بدا يحط عينه على كاسياس، تشافي، ماركينا، ثلاث لعيبه موجوده في منتخبات الشباب والناشئين اتحط عليهم علامه عشان يكونوا نوال المنتخب الاول الاسباني. اللي بعده منتخب اسبانيا امام منتخب المانيا، ده مباراه طلع منها بثلاث لعيبه، بنتكلم على توريس، بنتكلم على سيرجيو، بنتكلم على انيستا. تخيل ده منتخب الشباب الاسباني امام المنتخب الفرنسي كمان، وصل سيس في وسط الملعب ده كمان واحد يخش معانا. اللي بعده منتخب الاسباني امام المنتخب البرتغالي، لا ده كمان ظهر سيلفا اللعيب الممتاز المتالق دايما ظهر في الصوره يتحط جوه مع زمايله.
اسبانيا ضد تركيا. الله، ده حضراتكم شايفين سيرجيو راموس كان بيلعب باك يمين في منتخب الشباب وبعد كده اتوظف كسيرد باك، لكن موجود. البيول في نص الملعب وسيلفيا تاني، كابيل ده ما بين المنتخب الاسباني ومنتخب اسكتلندا، ناس بتشتغل. كل ده اتجمع، كل اللعيبه دي اشتغلوا عليها. بوجان طبعا راس الحربه اللي ظهر في مباراه ان منتخب اسبانيا ومنتخب انجلترا للناشئين. فخلينا نقول ان كل ده اتجمع علشان اخر صوره بس، لو فيه صوره كل ده اتجمع للمنتخب الاسباني، كل اللعيبه اللي قلت لحضراتكم دي عشان يبقى موجود في المنتخب الاسباني اللي فاز ببطوله امم اوروبا 2008 8 لعيبه من هذا التخطيط، 8 لعيبه قوام المنتخب الاسباني في 2008 الفائز باليورو. ما جاش بالصدفه زي ما احنا كنا متوقعين او فاكرين، ده نتيجه خطه طويله جدا من 2001 لمده 7 سنين اتفرجنا على جافي وراموس وتوريس، نتيجه تخطيط كبير. يا رب يكون ان المسؤولين سامعيني، مسؤولين في الرياضه، احنا موجودين واحنا تحت امركم. وزي ما كنت بتكلم، نفسي اشوف بلدي في احسن حال في كره القدم. انا عشت 15 سنه في اوروبا، لما رجعت طموحات كبيره جدا، نفسي الكلام ده يتحقق هنا في بلدي. وصدقوني امكانيات موجوده، المواهب موجوده، لكن احنا للاسف الشغل والتعب مش موجود، الاستسهال هو الموجود، العشوائيه هي للاسف هي اللي موجوده. لكن مصر تستحق افضل من كده، مصر تستحق الافضل. هنطلع لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه في المحترف. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف. خلونا بقى قبل ما نخش على الصحف ونتكلم في بعض النقاط المهمه والاخبار السريعه. امبارح الحقيقه تم الكشف عن كوره مونديال قطر لهذا العام، وكان اطلق عليها اسم الرحله. وطبعا وفقا للشركه المصنعه لهذه الكوره، ان الكوره بتتحرك بشكل اسرع من اي وقت سبق. حضراتكم عارفين ان دايما في نموذج كده للكور بتطلع بشكل مختلف كل سنه، فالرحله او كره القدم في كاس العالم هي كره سريعه جدا جدا. تصميم الكره مستوحي من طبعا الثقافه والعماره والقوارب المحليه الشهيره وعالم قطر، وده قبل القرعه اللي طبعا حضراتكم عارفين بكره هيكون في القرعه للمونديال في مدينه الدوحه. وبرضه هنتكلم على هذه القرعه بالتفصيل النهارده مع ضيفنا اللي هيكون متواجد طبعا، الناقد محسن لملوم. كمان وصل رئيس الفيفا جياني الفانتينو والعديد من اساطير كره القدم، سيرجيو اجويرو، دروجبا، ماركو ماتيا وروبرتو كارلوس، والنهارده وصلوا الى الدوحه لحضور مؤتمر الفيفا ال 72 وحضور مراسم القرعه اللي ان شاء الله هنتابعها مع حضراتكم. كمان كره المونديال دي تم اختيارها للمره الاولى خلال مباراه استعراضيه شارك فيها عدد من نجوم العالم السابقين زي كاسياس وكاكا وعدد من الاطفال القطريين. حضراتكم عارفين المونديال قطر هيقام في الفتره ما بين 21 نوفمبر و 18 ديسمبر ان شاء الله السنه دي. امبارح كمان تم رفع اعلام المنتخبات الجديده اللي تاهلت بشكل رسمي لكاس العالم 2022، وضمت قائمه المنتخبات طبعا عندنا المنتخبات اللي وصلت، وكان دي شرف طبعا يعني ارتفاع علمها في قطر: كندا، البرتغال، بولندا، المغرب وتونس وغانا، الاكوادور، الكاميرون والسنغال. وهتضم طبعا القرعه 29 منتخب من اصل 32 هيشاركوا طبعا في المونديال نهايه العام الجاري. يتم تخصيص اماكن يعني لملقاها لاحقا، يعني ان شاء الله الايام اللي جايه خلاص او على بكره ان شاء الله تكون كل الامور وكل الفرق او المنتخبات معروفه. بعض نجوم العالم زي كاكا وسيدورف وروبرت بيريز وخافير سافيولا ولاعبين دوليين سابقين لعبوا طبعا لفرق نجوم العالم في مباراه زي ما بقول مباراه خماسي كده استعراضيه في دبي في الامارات العربيه المتحده يوم الثلاث. واظهر نجوم العالم انهم ما زالوا طبعا بيستمتعوا او بيأدوا بشكل من المهاره يعني، وكان مباراه يعني تغلبها طبعا المرح والسعاده طبعا ده يعني، وكان الفوز بنتيجه 12-2 امام فريق ابراهام، وده طبعا الدولي الفرنسي السابق بريز احرز 4 اهداف واختير افضل لاعب في نهايه هذه المباراه.
كمان في خبر طبعا روي فانتس الهولندي الكبير فانسيس روي ده طبعا مهاجم مانشستر يونايتد الكبير ولاعب كبير جدا على مستوى المنتخب الهولندي، يمكن عمل عقد لمده 3 سنوات عشان يكون مدير فني لفريق أيندهوفن الهولندي ابتداء طبعا من الصيف اللي جاي، وخلفا لشميت اللي هيغادر النادي بعد انتهاء عقده مع نهايه الموسم الجاري. نيستروي طبعا عنده 45 سنه، عنده العديد جدا من الفئات العمريه في النادي الهولندي، اعتزل طبعا اللعب في 2012 وكان شغال في منصب مساعد المدرب في المنتخب الهولندي في طبعا كاس امم اوروبا الصيف الماضي. نيستروي طبعا ارتدى القميص النادي أيندهوفن خلال 67 مباراه في 3 مواسم، سجل خلالها 62 هدف قبل طبعا ما ينتقل للبريمير ليج للمان يونايتد. تعالوا نشوف نيستروي قال ايه بعد توليه المسؤوليه الفنيه لفريق أيندهوفن الهولندي. الشعور الاول الذي راودني هو الفخر، اعتدت اللعب هنا والان ساقود النادي كمدرب، انا سعيد وفخور ومتحمس ومقتنع للغايه، اعتقد ان بامكان مساعده النادي على التقدم الى مستوى اعلى، وعلى ذلك أن يتجلى خلال المباريات في الدوري والكأس والبطولات الأوروبية. أنا سأركز بشكل متواصل على تطوير اللاعبين وتطوير الفريق متبعا أسلوبا يشعرني بالارتياح. نروح سريعا لطبعا لأخبار الصحف العالمية والمواقع الرياضية العالمية قالت إيه في المحترف. تعالوا نشوف مع حضرتك. تعالوا مع حضراتكم نروح سريعا لصحف أسبانيا تحديدا ماركا الأسبانية اللي اهتمت برواتب لاعبي كرة القدم وكتبت هؤلاء اللاعبين الأعلى أجرا في أوروبا. ماركا طبعا أكدت في تقريرها أن نيمار هو الأغلى أجرا في العالم بواقع 48,996,000 يورو سنويا، ميسي بواقع 40,500,000 سنويا، جاريث بيل الثالث عالميا بواقع 34 مليون يورو سنويا، كريستيانو رونالدو في المركز الرابع بواقع 31,560,000 سنويا، جريزمان خامس بواقع 30 مليون يورو سنويا. تعالوا مع بعض نشوف قائمة أعلى 20 راتب في أوروبا وفقا لماركا الأسبانية مع حضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين طبعا كلها ارقام كبيره جدا، والناس على طول انا عارف الناس هتبدا تدور فين محمد صلاح لفين محمد صلاح من ال 20 لاعب، لكن لا يتواجد محمد صلاح في اكثر 20 لاعب على مستوى العالمي حصولا على اجر سنوي، وزي ما حضراتكم شايفين يمكن اخر 3 من البايرن، وزي ما بقول لحضراتكم البايرن كمان مش من الانديه اللي بتدي رواتب بشكل خرافي. دايما بنشوف ان بي اس جي على الصداره عن طريق نيمار وميسي، وطبعا يليه عندنا ريال مدريد وبعديه المان يونايتد اتلتيكو مدريد. فعايز اقول لحضراتكم ان ديت برضو علامه استفهام من الناس اللي بتتكلم محمد صلاح طالب كتير. لا، لو تحط محمد صلاح من مش بره ال 20 اكتر لاعب او اكثر اللاعبين حصولا على تعاقدات في الاجور، ومحمد صلاح مش متواجد ضمن ال 20 لعيب، وبالتالي من حق محمد صلاح انه يطلب اجره المطلوب، لانه بالنسبه لي افضل لعيب في العالم، وسيظل محمد صلاح هو اسطوره مصريه مهما حصل. طيب نروح لصحيفه سبورت الاسبانيه اهتمت بتمديد تعاقد برشلونه مع عثمان ديمبلي، وكتبت تجديد عقد ديمبلي يؤثر على صفقه رافينيا. لسه مع اسبانيا نروح لايس الاسبانيه اللي ركزت على اهتمام ريال مدريد بالنجم الانجليزي الشاب جود بيلينغهام لاعب بروسيا دورتموند، وكتبت بيلينغهام في صيف 2023. كمان اهتمت الصحيفه بمنتخب اسبانيا وكتبت ديفيد دخيا منزعج من لويس انريكي. سريعا نروح لايطاليا، صحيفة توت سبورت الإيطالية ركزت على مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي،
والتنافس الكبير بين الفرقتين وكتبت ديربي إيطاليا. نسيب إيطاليا ونطلع على إنجلترا. ميرور الإنجليزية ميرور سبورت ركزت على مفاوضات المان سيتي لضم هالاند من بروسيا دورتموند وكتبت دورتموند ينهزم أمام راتب سيتي المقدم لهالاند. ده كان أخبار الصحافة وعناوين الصحافة العالمية. بعد الفاصل سريعا هنستقبل الناقد الرياضي محسن لملوم عشان نتكلم على كل حاجة أنا قلتها في الانترو. نتكلم على منتخب مصر وكمان ما ننساش حتى على مستوى البطولة الأفريقية فريقنا فريق النادي الأهلي إن شاء الله يوم الأحد عنده مباراة كبيرة مباراة مهمة جدا مع الهلال السوداني. كل ده مع الناقد الرياضي محسن لملوم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم وبرحب بحضراتكم مره تانية في المحترف. وضيفنا النهارده في المحترف ناقد رياضي متميز كالعاده موجود معانا الناقد الرياضي محسن لملوم. محسن مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. هارد لك طبعا على نتيجه او خروجنا من سباق المونديال. عايز تقول لي انت شفت المباراه ازاي؟ اولا بعين المشجع المصري يعني العادي وبعين تانية الناقد الرياضي المتخصص في كره القدم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم اكيد طبعا كم كبير جدا من الاحباط يعني كلنا الشعب المصري كله وانا واحد منهم طبعا بصراحه كانت ليله حزينه جدا يعني ما كانش لنا نفس نعمل اي حاجه يعني انا حتى يومها كنا بنقفل مجله الاهرام الرياضي بصراحه يعني كنا في حاله حزن كلنا ميتم يعني زي ما بيقولوا يعني بصراحه كانت الناس يعني كلنا بنواسي بعض يعني ما حدش فينا حتى فتح التلفزيون يتفرج على حاجه بعديها تابعنا حتى الاخوه تونس والجزائر والمغرب حتى كده يعني متابعه من اجل العمل لكن في النهايه احنا كلنا بصراحه كانت حاله احباط كبيره يعني لا يختلف بصراحه ناقد او مشجع لان في الاخر المشاعر ما بتتجزاش لكن على مستوى طبعا عين الخبير وعين الناقد بعد طبعا بناخد الصدمه والشوك بالزبط. اللي حصل لنا كلنا يعني بعديها بساعه الناس ما حدش بيكلم حد يعني مجرد انه حد يتكلم عنه كلنا كنا في صدمه لكن بعد كده بدات تشوف الموضوع ازاي بدات تشوف المباراه ازاي خلينا اقول لحضرتك ان بدات اشوف ان احنا نستحق الخروج نستحق كل مش من يوم المباراه او من الاحداث اللي حصلت في ملعب في دكار والليزر والكلام اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه ده لا من البدايات يعني بصراحه كلهم مسؤولين واولهم طبعا اتحاد الكره او مش اتحادات الكره على المنظومه كلها بصراحه سيئه جدا بكل امانه يعني بدءا من وجودنا في التصنيف الثاني واحنا بهذا المستوى اللي خلانا نقابل الاشرس فريق في العشر فرق بكل امانه يعني لو خلاص بقى ما عادش ينفع لكن لو كنت قابلت الكونغو مالي حتى كان اللي تأهلت حتى الكاميرون تأهلت بس بالتاكيد اسهل من هذا المنتخب الشرس كرويا انت بتتكلم طبعا على الاجنده الدوليه في اكتوبر بالظبط صحيح يعني ما دي النتيجه يعني دايما يقول لك يا كابتن اذا حسن البدء حسن الختام صحيح. هو لم لا البدء ما كانش كويس عشان كده وصلنا للنتيجه السيئه للخروج اللي احنا يعني بالمنظر احنا خرجنا فيه حتى الناس هتقول ان احنا مثلا ايه اعاده المباراه مش طبعا قاعدين بنضحك على نفسنا طول الوقت يا جماعه لو اتغلب لو اتعادلت المباراه يعني. هتغلب والله الموضوع منتهي لا حتى يعني اعاده المباراه دي اعتقد خلاص مفيش اعاده المباراه والناس دايما بتفتكر طوبه زيمبابوي احنا دايما بعد اي اخفاق ما بندورش على الاسباب الحقيقيه يعني دايما حضرتك من ايام زيمبابوي الطوبه والحكم وبطرس ماتابيلا ومش عارف مين يا ربي بروس جلوبر قصدي اللي هو الحارس وبعدين تيجي مثلا تطلع من في 2002 فتقول احداث عنابه بعدين تروح اصل احداثهم درمان اصل مش صحيح. عارف غانا عملوا ايه كله كلام ملوش اي علاقه بالواقع يعني ملوش لا ماتش هيتعاد ولا في حاجه هتحصل كله مسكنات بس لكن ده يعني مشاهد عبثيه يعني بصراحه للاسف النتيجه انا شايف انها طبيعيه جدا نتيجه لكل الاحداث اللي حصلت قبل كده بدءا حتى الاحداث اللي حصلت ما كانش فيه موقف يعني انت اول ما تخش لما تتعطل عن دخول الملعب دلوقتي خرجت موضوع يعني الكوره ان المنتخب السنغالي يستحق كوره ككوره يستحق انت بتتكلم بقى على النواحي الاداريه اللي كانت لازم تتاخد بعيد عن النتيجه خليني اقول لحضرتك يا كابتن لو كان مثلا منتخب تونس هو اللي كان في الملعب مكان منتخب مصر والله ما كان كم لعب المباراه كانت لك مش اتلكك كان حقه بالمناسبه يعني حقه تونس او المغرب او الجزائر اي حد من المنتخبات العربيه بصراحه ما كانش هيلعب في ظل الاجواء دي والتاخير وان يبقى في ان الجمهور يحدف طوب وازاز الميه على اللعيبه والليزر اللي هو موجود في كل العالم مش بتحجج بيه لكن على الاقل كنت تعمل لهم توتر اثبات موقف اثبات يعني. موقف يعني العالم النهارده كله بيتكلم على ان ما فيش فير بلاي يعني الصحف العالميه ان صحيح. واحنا قاعدين نتكلم اعطوا المباراه وخلال يومين هيبقى في تقرير
لا في اعاده مباراه تحصل اقصاها تبقى عقوبات لفريق السنغال عادي جدا. يا ريت احنا كنا تعاقبنا وكنا تاهلنا النهايه ان المحفل العالمي الكبير احنا مش موجودين فيه للاسف، انا هنبقى متفرجين بسبب يعني المسؤولين. اتحاد الكوره هو المسؤول الاول والاخير عن القصه دي على مستوى طبعا الكلام والاسئله اللي دايره برضو على مصير كروش. طبعا كلنا عارفين ان كروش كان عقده الاساسي هو الوصول لكاس العالم، ولكن دلوقتي في بعض الاخبار بتخرج من اتحاد الكوره، ما اعرفش رومينجز ولا اكيد لسه ما فيش قرار رسمي في الابقاء على كروش لمده 4 سنوات يعني. فعايز اعرف رايك انت في الموضوع. والله شوف انا مش مهم عندي ابقاء كروش او رحيل، يبقى في خطه يبقى في استراتيجيه، لكن هو واضح ان ما فيش اي حاجه خالص. يعني اتذكر يا كابتن كنت قابلت حضرتك بعد 2014 لما المانيا خدت كاس العالم في البرازيل، وريتني فيديوهات كان عاملها منتخب المانيا استعدادا من سنه 2006. صحيح. من سنه 2006 ان هم ازاي ياخدوا كاس العالم 2014 في البرازيل. صحيح. يعني يعني لكل مجتهد النصيب، يعني هم اشتغلوا وعملوا. طبعا اكيد ما حدش بينجم بالغيب، لكن في النهايه اشتغل فربنا بيكافئ اللي بيشتغل. لكن احنا ما فيش استراتيجيه، الاستراتيجيه كلها ايه؟ يلا صباح الفل، كلنا نقوم الصبح جبنا كروش، يلا كروش بقى يا ده مدرب عالمي وصعد 4 منتخبات قبل كده وكسب مش عارف ايه، وكلها اجتهادات. يعني انت حتى في الماتشات اللي وصلنا لنهائي كاس الامم الافريقيه برضو جهد لعيبه لا ننكر ذلك يعني، لكن مفيش خطه، مفيش خطه موضوعه يعني، مفيش حاجه، مفيش استراتيجيه يعني. صحيح. انا نفسي لو موجوده استراتيجيه هي اوريدي هتمشي لوحدها، جبت كروش او غيره، لكن احنا ايه، هي بتبقى مسكنات. إن لو مثلا السوشيال ميديا او الراي العام لا المدرب الوطني هوب هيشيل بكره كروش ويجيب حد وطني حسام حسن او غيره والدنيا تهدى وتبقى بيس، وده اصله قلبه على الوطن اصلا يعني انا في اعتقادي دي كلها حلول مؤقته، وزي ما بتكلم الحلول المؤقته ديت ما بتعملش حاجه، هي يعني مسكنات. وخلي بالك ما بتعالجش، المدير الفني للمنتخب ما بيطورش لعيب. وده اللي بتكلم عليه دايما، ان كروش ما عندوش وقت انه يطور لعيب. جه كابتن حسام او جه كابتن اكس مش هيقدر يطور لعيب. وبالتالي تطوير اللاعبين، منظومه تطوير اللاعبين من خلال منظومة متكاملة، لازم تكون عندك مسابقة قوية جدا على صحيح. مستوى الدوري، مش مسابقة بس ان احنا تبقى الصورة حلوة والبس جميل، لا، على مستوى المنافسة، على مستوى اللاعبين المحترفين فيه، على مستوى عدد الفرق. يعني انا بتكلم دايما في الديتيلز اللي هي طبيعي جدا ان انت تناقشها يعني. ولكن يعني انت تعتقد الفترة اللي جاية هيكون في خطوة؟ يعني لا. هيبقى في خطوة ولا برضو هنخش مسكنات؟ مسكنات، لا نملك الا المسكنات دائما ابدا، هي موضوع مسكنات. والنجاح عندنا بكل امانه بياتي صدفه، يعني ان مثلا كاس الامم الافريقيه لما مصر فازت بيها سنه 98 في بوركينا فاسو كان صدفه، وخلاص بقى خدوا السوكسي بقى بسببها بقى اتحاد الكوره والمسؤولين كله يعني بياخد اللقطه زي ما بيقولوا. لكن هو في النهايه مفيش نجاح، يعني مفيش خطه محطوطه. يعني يا كابتن مثلا في الكوره العالميه عندنا اكبر مثال لما زين الدين زيدان مع ريال مدريد في السنوات الاخيره دي خد 3 دوري أبطال اوروبا ورا بعض، كان هو اللي مدرب الفرقه دي في الرديف في الناشئين وفي الصغيرين. فلما صعد جاب معاه بقى الشباب الصغيرين اسينسيو ومش عارف مين ويسكو، الناس اللي هم يعني ادهم حتى في انا فاكر الدوري الاسباني كان هو بيتصارع مع برشلونه اخر 4 ماتشات لما برشلونه كان كسب الريال في سانتياغو برنابيو 3-2 بهدف ميسي الشهير في اخر دقيقه، لما اللي بيلعب الماتشات الاخيره كان بيقعد 7 أساسيين وبيلعب الشباب الصغير، لان هو دي مش مجازفه، هو عارفهم من لان هو دربهم من صغر. الاساس مش زيدان قد ما الاساس الشباب الصغير هو يعني متجهز من صغره. كمان كان معاهم بقى المدرب اللي دربهم في الصغر وجاء مسك تولى، يعني زيدان قبل ما يدرب ريال مدريد ما دربش حد اصلا، وفجاه بيمسك اكبر بيتولى مهمه تدريب اكبر نادي في العالم. ليه؟ لان هو كان ماسك الصغيرين دول، كان مدربهم جهزهم كويس جدا، فلما طلع عمل ده. لكن احنا ما عندناش ده، مش موجود. انت النهارده هي ما الا مسكنات. لو السوشيال ميديا مال ناحيه كروش هيبقى كروش يبقى، الناس قالت لا مدرب وطني هيجي مدرب وطني، وبعدين نبتدي بقى نشوف المدرب الوطني حسام ليه ناس، لا اياب جلال، لا مش عارف مين. هي العمليه هنفضل دايرين في نفس الدايره، هي نفس الدايره مع كامل الاحترام لكل المدربين المصريين. يعني احنا بنتكلم بره اطار تقييم المدربين، مفيش، ولكن بنتكلم في اطار ان الدايره هتفضل تلف في دايره يعني مفرغه بمعنى اصح، مفرغه مغلقه. نفسي مغلقة. نفسي نفسي مفيش خطه، الناس تطلع تتكلم ان احنا هنبدا على الاقل هنبدا نحط خطه، ان احنا خلال مثلا 2 شهر الجايين لا يا جماعه احنا هنعمل مؤتمر صحفي وهنعمل فيه خطه لمستقبل مصر ل 2030. انا ما بتكلمش انت، وخلي بالك بعض الناس بتستسهل برضو، ان وارد جدا ان كاس العالم 2026 يكون فيه 9 منتخبات افريقيه
وبالتالي ده ما يديش بقى احساس انك إن تبقى لا ده احنا كده كده واصلين. لا لا, لا 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 احنا صعدنا لما كان منتخب ما ياخدوا من افريقيا اثنين وما صعدناش هم خمسه, يعني اخر مش اخر مره سنه 90 لما حضرتك كنت موجود اثنين بس, مصر والكاميرون اتاهلوا من القاره الافريقيه. لما بعدين زادوا بقى ثلاثه وبقى اربعه وبقى خمسه احنا اتاهلنا طبعا سنه 2018, لكن مثلا المره دي كتير جدا ما اتاهلناش وهم خمسه. فمش شرط يبقى مش عايزين يعني مش عايزين نغمه لا بقى احنا بقى يعني 2026 يا جماعه ده في تسعه من افريقيا بقى. فالموضوع يعني سهل خلاص سهل ويبقى سنتين بعد كده, فيبقى لو اتطبق طبعا ان شاء الله ما يتطبقش فتبقى عمليه سهله. لا طبعا الكلام ده مش منطقي, ده هو حتى دي حجج الفاشلين بكل امانه, دي حجج الفاشلين. حتى في الاختيارات يا كابتن لما تيجي مثلا ايام الـ قبل كيروش كان مثلا كابتن حسام البدري التوازنات اهلي زمالك معاه واحد اهلي وواحد زمالك, جاب واحد زملكاوي يبقى المره دي معاه واحد اهلاوي. طالما انت حسبت كده حتى على الموضوع يعني منتهي, بكل امانه حتى على مستوى الاجهزه الفنيه اللي بتدير المنتخبات يعني بالزبط. دايما بيكون في حسبه كده مش على اساس الكفاءه او على السي في. كل المدربين في العالم خلي بالك نقطه مهمه جدا, اهم مدربين العالم هم اللي في قطاع الناشئين, لانه اللي بيأسس هو ده اللي بيأسس. صحيح هيجي على الفريق الاول ده الراجل بتاع المنتخب الفريق الاول بيشتغل شهر في السنه. صحيح. وبالتالي الاساس هو اللي من تحت, وده لازم نتكلم وهنفضل نتكلم فيه نفضل نزن فيه لغايه الناس ما تشتغل يعني. اهم حاجه نرجع بقى لسؤال حركة الاولاني, كيروش يبقى ولا يرحل؟ وانا والله بالنسبه لي مش مهم يبقى او يرحل, المهم بيبقى في استراتيجيه ادونا خطه ولياتي من ياتي مدير فني طالما في خطه خلاص. اصل هو انت زي النادي الاهلي كده يعني مش عيب ان احنا نضرب مثال حتى بالنادي الاهلي. صحيح. حتى لو احنا في قناته ان الاداره ما حدش بيتكلم على الاداره ان السيستم ماشي لوحده خلاص, مش هيطلع كل يوم محمود الخطيب يقول كذا كذا اصل مش عارف. لا خلاص مش محتاج حد يقول, هو السيستم ماشي لوحده. جاء محمود الخطيب بعد محمود الخطيب قبل محمود الخطيب ايا كان تملي تلاقي ان اداره النادي الاهلي مميزه ليه؟ لان هي خلاص هو في سيستم محطوط وبيمشوا عليه سقف مرتبات مش عارف ايه, فتلاقي على طول الوقت ده موجود في النادي الاهلي. انت اديني خطه او اديني استراتيجيه في اداره المنتخب او في مستقبل المنتخب وخلاص. مستقبل الكره المصريه تديني خطه وخلي بالك بالزبط. مش بالتبعيه انها لازم هتحط خطوط عريضه وخطه طويله الاجل وفي طبعا متغيرات في كره القدم. فمفيش مشكله انك خلال سنتين ثلاثه تقول والله لا انا هشيل جزئيه وازود جزئيه عادي جدا طبيعي, مفيش مشكله انك ربنا بيكافئ المنتخب بالظبط, لكن مفيش عندك حاجه اصلا الاساس لازم يكون موجود. يعني انت حتى في منتخب في كاس الامم الافريقيه منتخب مصر ظهر اول ثلاث ماتشات في دور المجموعات ده غير اللي ظهر ثاني من اول دور 16 لما واجه بقى كوت ديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال. ده منتخب وده منتخب, ده نتيجه ايه؟ هو اجتهادات لعيبه, استنفار لعيبه. واحد زي ابو جبل لما جات له الفرصه بيحاول يعبر عن نفسه فتمسك بالفرصه وظهر بشكل جيد جدا, هو استنفار لعيبه مش اكتر من كده. عايز برضه اكلمك في نقطه برضه مستغربه جدا, دايما هتلاقي حتى مباراه مصر امام السنغال هنا في القاهره ومباراه السنغال ومصر في داكار هتلاقي دايما الناس بتتكلم على افضل لعيبه على مستوى الماتشين. هتلاقي شناوي, ياسر ابراهيم دفاع, حمدي فتحي, فتوح هنا في المباراه, امام عاشور, ياسر ابراهيم كراجل, امام عاشور لما نزل. طيب فين النص الاوائل يعني اللي قداماني ده فين الهجوم بالظبط. فدي نقطه حتى كمان مهمه جاي كده يعني اجتهاد طبعا من محمد صلاح لكن جاي كده برضو يعني تخبيط وخبطت ودخل مفيش حاجه. يعني انت ما عندكش يعني مثلا في المباراه الاخيره بتاع دكار لولا بس الفرصه بتاعت زيزو اللي هو كان اجتهاد شخصي برضو منه ان هو قدر يعدي اثنين وشطها خلاص لم يحالفه التوفيق فيها, لكن وبرضو ضربات الترجيح برضو مش عايز اقول ضربات حظ في النهايه وفي الاول وفي الاخر توفيق وعدم توفيق, لكن انت ما عندكش حاجه. هو اللعيبه ان ياسر ابراهيم يجتهد وربنا يوفقه طبعا ان هو يطلع كوره بشكل كويس, ان الشناوي يشيل كوره, كلها اجتهادات شخصيه مش اكتر. طب انا هاخدك في سؤال تاني, هل زي ما انا قلت يمكن كيروش هو عنده سيستم, هو الراجل بيلعب 4 3 3 حتى بيلعب 3 فلات ما بيلعبش 3 يعني مثلث. كنت لسه بتكلم مش كان من الطبيعي ان هو يشوف امكانيات اللعيبه؟ وزي ما بقول يمكن ده متاخر شويه لان طبيعي جدا اذا كان منتخب الشباب او منتخب ناشئين او منتخب اولمبي لازم يلعب بطريقه المنتخب الاول. يعني المنتخب الاول كان بيلعب 4 4 2 3 1, هنلاقي المنتخب الاولمبي كان بيلعب 3 4 3, دلوقتي منتخب الشباب بيلعب 4 2 3 1. وبالتالي لما جه كروش هل كان من الافضل انه يشتغل على نفس السيستم او يشوف الادوات اللي يستفيد بيها بشكل اكبر؟ لا انا 4 3 3 لان 4 3 3 ليها مشتقات كتيره جدا تمام, وما عندناش بصراحه لسه القدره ان احنا نلعب باثنين بوكس تو بوكس, يعني يبقى في سته واثنين من نص الملعب رايحين جايين عشان الزياده الهجوميه. لا ده احنا بنلعب فلات وبالتالي كل نص الملعب عندنا عنده
ميزه دفاعيه اكتر من الميزه الهجوميه. انا شايف ان كروش كابتن كان عارف قدرات لاعبتنا، بدليل ان هو مثلا في المؤتمر الصحفي عقب مباراه السنغال هنا في القاهره كان لسان حاله بيقول للصحفيين دي القماشه اللي عندي، يعني هو كان ادرى الناس بالقماشه اللي عنده بقدرات اللعيبه، عشان كده هو حتى كانت ردوده على الصحفيين لو حضرتك تتذكر كان داخل معاهم في كلاش، بس هو عايز يقول لهم يا جماعه يعني قال لهم في مره انا مش عارف كام سنه 30 سنه تدريب ما حدش تدخل 40 سنه ما حدش تدخل في امور الفنيه، عايز يقول دي القماشه بتاعتي، يعني يا جماعه انتوا دي القماشه، انتوا شايفين الفرقه الثانيه عامله ازاي، احنا شايف ده صح ولا كان مش هقول ان احنا كنا لازم هنوصل على حساب السنغال واحنا هل كان في بعض الاخطاء بالنسبه للشكل العام لمنتخبنا، هل ممكن كنا نظهرنا بشكل افضل لو في عنصر يعني عنصر زياده الناس بتتكلم على زيزو؟ بالظبط بنتكلم على بنتكلم على قفشة، زيزو ليه يقعد؟ طبعا مع احترامي طبعا للمدير الفني هو اكيد ادرى الناس بلعبته، لكن مثلا واحد زي زيزو لما نزل عمل الفرق معاك شد الفرقه، كمان انت كنت الفريق المنافس هو اللي بيتوتر كل ما الوقت يعدي، يعني الشوط الثاني هم تسيدوا تقريبا الشوط الاولاني، انت الشوط الثاني انت اللي ظهرت بشكل افضل، ليه؟ لان هو خلاص هو بقى متوتر، ده كان في الوقت ده كان دورك انت وبالفعل هو نزل زيزو ونزل وزيزو عمل ربكه لمنتخب السنغال ولاعيبه السنغال الوسط والدفاع بصراحه وهددهم، وكان عنده الفرصه الحقيقيه يمكن الوحيده لمنتخب مصر، طب انت ليه ما عملتش الجيم الاول؟ يعني كان المفروض طبعا يعمل كده، خلاص هو الكلام بقى اشبه بالبكاء على اللبن المسكوب، ملوش قيمه خلاص. كانت صدمه بالنسبه لنا، وخلي بالك كمان كان في ايطاليا صدمه كبيره جدا جدا بخروج المنتخب الايطالي امام فريق مقدونيا الشماليه في الدقائق الاخيره وعدم الوصول لمونديال قطر 2022 وعدم وصول ايطاليا للمره الثانيه على التوالي لكاس العالم، دي طبعا كانت مشكله كبيره جدا جدا، عشان كده معانا عبر سكايب طبعا لاعب طبعا روما واودونيزي ولاعب المنتخب الايطالي جيانينو دي اوجستينو معانا عبر سكايب هنا في قناه النادي الاهلي، بنقول لك مساء الخير عليك. مساء الخير على الجميع وشكرا لقناه الاهلي على توجيه هذه الدعوه. طبعا بنرحب بيك بوجودك معانا، ولسه كنا بنتكلم على صدمه منتخب او صدمه الشعب المصري لخروج منتخبنا من سباق المونديال، عايزك برضو تقول لي رايك وانطباعك في عدم وصول المنتخب الايطالي للمره الثانيه على التوالي لكاس العالم 2022. تأكيد للأسف لم أنتظر خروج إيطاليا بطل أوروبا وبطل اليورو بعد الأداء الرائع الذي قدمته إيطاليا في بطولة اليورو. عدم تأهل إيطاليا للمونديال يعني أن لدينا مشاكل كبيرة ومشاكل عديدة داخل أروقة الاتحاد الإيطالي. يجب أن نبدأ من جديد ويجب أن نبحث عن الأشياء التي يجب أن يتم تأهيلها أكثر وأكثر من أجل نهوض إيطاليا، لأن ما حدث هو كارثة هزت أروقة الاتحاد الإيطالي وحزن يخيم على جميع المدن الإيطالية. عدم تأهل إيطاليا للمونديال السنة على التوالي شيء لم أنتظره، لكن يجب أن أوجه كلامي إلى الشباب والمواهب الإيطالية، يجب أن تعملوا عملا كبيرا ويجب أن تقودوا إيطاليا وتعوضونا عن الخسلان الذي تم في ملعب رينزو باربيرا. يجب أن نؤهل العديد من المواهب لأن إيطاليا أصبحت الآن تعاني من ندرة المواهب الإيطالية، ويجب أن نساعد المدرب لأن مشروع مانشيني يجب أن يستمر. طبعا مشروع مانشيني يجب ان يستمر، وطبعا الاتحاد الايطالي يعني الصوره اللي قدامنا مانشيني روبرتو مانشيني اللي طبعا خد اليورو 2020 وكان في اعلى مستوياته ما زال مستمر في هذه المهمه الوصول تاني لكاس العالم القادم 2026. عايز اعرف رغم الاخفاقات الكثيره في الكره الايطاليه تفسيرك لايه لعدم وجود اي فريق اذا كان في الدوري الاوروبي او بتتكلم على الاوروبا ليج او على مستوى دوري او دوري ابطال اوروبا، خروج اليوفنتوس الانتر ميلان، يعني شايف ده ازاي من خلال رؤيتك لمستقبل الكره الايطاليه؟ ما io penso che Mancini sia l'uomo giusto. بالنسبه لي اعتقد ان روبرتو مانشيني الرجل المناسب
وانا مع استمرار مشروع روبرتو مانشيني، لان المانشو استمر واستحق بطوله امم اوروبا وقام ببناء ايطاليا كبيره، ايطاليا اذهلت العالم كله في شهر يوليو. يجب ان يستمر مانشيني وانا سعيد بهذا القرار. لكن اذا ما تحدثنا عن الكارثه الكبرى وهي التي ذكرتها، ما حدث لمنتخب إيطاليا كان متوقع كما ذكرت بالنسبة لي، خروج الأندية الإيطالية من دوري أبطال أوروبا أندية كبيرة، كان ناقوس قطر يدق في أروقة الكرة الإيطالية، كان يجب أن نأخذ حذرنا من ذلك، وكانت أمور صعبة بالنسبة لنا. لكن أنا أوجه كلامي للمانشو من خلال قناة الأهلي، يجب على مانشيني أن يعتمد في الأيام القادمة على الشباب، يجب أن يكتشف لاعبين جدد، دماء جديدة يجب أن تضخ في المنتخب الإيطالي، لأن المستقبل دائما مع الشباب ودائما مع المواهب. أنت تعلم إيطاليا وقيمة إيطاليا عندما كنا في يورو 2000، اللاعبين الشباب هم من قادوا إيطاليا إلى بطولة كبيرة كاليورو وكأس العالم أيضا في 2006، ويجب على اللاعبين أن يعلموا قيمة تيشيرت منتخب إيطاليا، لأن للأسف لدينا مشكلة كبيرة في العقم الهجومي ومشكلة أيضا في مركز صانع اللعب، لأن إذا غاب صانع اللعب غاب الهجوم، لأن يجب على اللاعب أن يلعب من أجل المتعة ويلعب من أجل أن يفوز ويلعب من أجل أن يضع نجمة عندما يتحدث إلى وسائل الإعلام، عندما يكبر يقول أنا ساعدت المنتخب في الحصول على هذه النجمة كالأساطير الإيطالية القديمة. لكن للأسف كل ما حدث ندفع ثمنه الآن، حزن يخيم علينا ويخيم على جميع المدن الإيطالية، لأن للأسف لدينا مشاكل كبيرة يجب أن نتخلص منها. من ضمن المشاكل عايز أقول لك أن على مستوى الأندية، الأندية بتشارك ب 34% بس من اللاعبين في الدوري الإيطالي هم لعيبة طليان، والاعتماد بشكل كبير على لعيبة من خارج إيطاليا. بنشوف دوت في البريمير ليج ولكن ما بيتأثرش كتير قوي، مأثر شوية على المنتخب الإنجليزي. هل أنت شايف إن يجب على الاتحاد الإيطالي أن يقول للأندية تقليل المحترفين وزيادة لعيبة أصحاب الجنسية الإيطالية، إعطاء فرص أكتر للمواهب الشابة الإيطالية لعودة وهيبة الكرة الإيطالية على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات؟ أنت على حق. بالنسبة للاعب الأجنبي، اللاعب الأجنبي بين قوسين يكلف خزينة النادي ويقلل من إمكانيات اللاعب الإيطالي، لكن إذا كان هناك لاعب أجنبي كبير، معنى كبير أن يصنع الفارق، أن يكون محترف كاسم البرنامج الذي أتواجد عليه الآن، والمحترف دائما ما يصنع الفارق. لكن ما فائدة المحترف إذا كان المحترف لا يصنع الفارق؟ هذا بالنسبة للحديث عن الدوري الإيطالي وبالنسبة لوجود الأجانب وعدد الأجانب. بالنسبة لي يجب أن يقل عدد المحترف غير الإيطالي في الدوري الإيطالي. أقرر أشاهد الدوري الإنجليزي، الدوري الأسباني، الدوريات الأخرى، أشاهد العديد من المحترفين، لكن اللاعب الإيطالي لاعب قوي لديه الجرينتا والجميع تعلم الجرينتا منه، لكن يجب أن يلعب من أجل التيشيرت، ويجب أن يلعب من أجل بلاده ليس من أجل المال. يجب أن تحذروا ويجب أن تعلموا قيمة اللاعب الإيطالي. ولو جبنا سيرة المحترفين برضه عايز أعرف، هل تابعت مباراة السنغال ومصر في الدور النهائي للوصول لكأس العالم؟ وشفت المباراة إزاي؟ ولو ما شفتهاش، تداعيات هذه المباراة شفتها إزاي من خلال متابعتك، إذا كان من خلال التلفزيون أو من خلال وسائل الإعلام؟ يجب أن أكون صريح معك، أنا لم أشاهد المباراة كاملة، شاهدت الهايلايتس، لكن كل ما حدث من أحداث في هذه المباراة تناقلتها وسائل الإعلام، رأينا كل ما شاهدناه في الكاميرات،
شيء مؤسف ما حدث للمنتخب المصري خلال هذه المباراة. دعني أختار التعبير الأصح، ما حدث هو عار على كل سنغالي وعار على كل من كان موجودا في الملعب. هذه ليست كرة قدم. إذا كنت الأفضل يجب أن تفوز في الملعب. سأهنيك وستكون الأفضل وستفوز باحترام الجميع، لكن أن تبدأ المباراة بهذه الأجواء، هذا ضد الروح كرة القدم وضد معايير الفيفا، ويجب أن يحاسب كل مسؤول عن ما حدث لمنتخب مصر. أنا متفق معك تماما، جو الإرهاب وطبعا اللي واجهه المنتخب المصري بعيدا عن الفنيات وبعيد عن النتيجة أكيد لا يليق بطبعا تصفيات كاس عالم وبمنتخب كبير وبلد كبيرة زي السنغال. نروح من منتخب مصر، أكيد هنتكلم على محمد صلاح. أكيد محمد صلاح أكيد تابعته من خلال وجوده في روما وفرنتينا وعودته طبعا ليفربول وتألق كبير مع ليفربول. عايز أخد رأيك في عملية تجديد التعاقد مع محمد صلاح، شايف ما هو الأنسب من وجهة نظرك لمحمد صلاح، البقاء في ليفربول لمدة 4 سنوات قادمة أو الاتجاه إلى دوري آخر زي الدوري الفرنسي عن طريق بي اس جي أو عن طريق الدوري الإسباني من خلال برشلونة؟ بالنسبة لي صلاح ليفربول يصنع التاريخ وصنع التاريخ وسيصنع، إذا ما كان يريد أن يصبح أيقونة من أيقونات ليفربول يجب أن يستمر في ليفربول. دي وجهة نظري، لكن أنا أنصح صلاح من خلالك، للأسف لم أقابل محمد صلاح في إيطاليا، لم أحظى بهذا الشرف، لكن صلاح مباراة البلاي أوف ستؤثر على محمد صلاح وعلى مستوى محمد صلاح في أوروبا، وكل صلاح يجب أن تحاول وتحاول وتحاول، لأن لديك عقلية مختلفة، عقلية إيطالية عقلية أوروبية. لكن يا صلاح، منتخب بلادك كان يستحق أن تتوج معه بأي شيء من أجل الفوز بالكرة الذهبية ومن أجل أن تفوز ببطولة معه، لكن للأسف ما حدث لصلاح شيء مؤسف. هل ناخد من كلامك آخر سؤال قبل طبعا من نشكرك على تواجدك معنا، هل عدم الوصول للمونديال هيأثر على محمد صلاح على المستوى الشخصي في الحصول على البالندور أو جائزة أفضل لاعب لهذا العام، أم يعني القانون الجديد اللي بيقول بنقيم اللعيب على مستواه الفردي بس هو ده يكون الأساس، هل عدم وجود محمد صلاح هيؤثر على هذه الجائزة لهذا السيزون؟ صلاح كان يستحق ذلك منذ عامين، كان يستحق البالندور، لكن بالنسبة لما حدث وما يحدث في هذه الأيام، ميسي لم يستحق أن يفوز بآخر بالندور، لكن ميسي إذا فاز بالمونديال كان يستحق أن يفوز، لكن ماذا فاز ميسي بكوبا أمريكا؟ لم يفوز بالشامبيونز ليج، لم يساعد فريقه في أي شيء، لكن الجائزة يتم منحها من خلال السبونسر. لكن إذا ما فاز صلاح مع ليفربول بالشامبيونز ليج قد يفوز بالبالندور، قد يفوز، ولكن هو يستحق واستحق منذ عامين ذلك. ديغوستينو لاعب روما والمنتخب الإيطالي، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي، نورتنا وشرفتنا. تعليقك من خلال والله كبير طبعا حاجة المنتخب الايطالي وفي روما. طبعا اهم حاجه لفت نظري طبعا وجهه نظره في مباراه السنغال ومصر المؤهل للمونديال ورؤيته للي حصل في الملعب، عشان كده انا حزين لكلامه، احنا ما قدرناش نستغل ده. يعني انت النهارده ده النقطه اللي انت اتكلمت عليها، بتتكلم عليها اخرك ايه؟ شاط عقوبات، انا اعمل بايه بالعقوبات؟ انا مش هستفاد حاجه العقوبات على المنتخب السنغالي او اتحاد الكره السنغالي، لكن انت للاسف هتاخد كان يجب بصراحه ان انت كنت تعترض وتسجل موقف وما تلعبش وتعمل لهم ازمه، صدر لهم مشكله، الا الفيفا يعمل لك ايه يعني؟ هيبعدك من كاس العالم خالص، مش هيعمل لك حاجه. انت كنت سجل موقف، انت انا عشان كده باكد والله لو كان منتخب تونس ولا المغرب ولا الجزائر وحصل الموقف ده والله ما كان لعب الماتش، عشان كده انت لعبت على امل انت خلاص يعني ما اعرفش مين اللي خد القرار ان يلعب
او على الاقل حتى الليزر والهتافات اللي كانت موجوده في الملعب، ليه ما حد اتصور يا جماعه من مسؤول اتحاد الكره اللي كانوا موجودين؟ سجل الحاجات دي صوت وصوره وموجوده غير شريط المباراه نفسه. الجانب السنغالي عارف اخرها، هيعتذر وهياخد شويه عقوبات. وادي يعني ما احزنني الجانب الاوروبي بصراحه بيتكلم، او كل اوروبا احنا متابعين طبعا السوشيال ميديا بيتكلموا في الجانب ده، وانه ما يمكن حتى توماس مولر كان حاطط بالنسبه لهم صوره كارثيه. طبعا احنا في القرن ال 21 مباراه كبيره وبيحصل هذا هذا الارهاب. وقال كلمه مهمه جدا، اذا كنت قوي فوز في الملعب، هو فعلا فريق قوي يقدر يفوز، منتخب السنغال اقوى فريق في افريقيا حاليا، لكن هو لم يفوز عليك فقط كره قدم، هو ما فازش اصلا كره قدم، هو فاز بالارهاب والحاجات اللي حصلت قبل المباراه واثناء المباراه طبعا واثناء الضربات الترجيح للاسف. طيب طبعا تصنيف على المستوى العالمي، صعدنا لمركزين من 34 ل 32 وكمان على المستوى الافريقي بقينا الرابع. عايز اخد رايك في النقطه ديت، لكن نروح لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم في المحترف. اهلا بحضراتكم مره تانية. محسن، قبل الفاصل كنا بنتكلم من منتخب مصر التصنيف على مستوى العالم من 34 ل 32، وعلى المستوى الافريقي من المركز السادس للمركز الرابع. شفت ده ازاي وازاي يأثر بقى بالإجابة علينا الفترة اللي جاية؟ دي الحسنة الوحيدة اللي احنا طلعنا منها بالتصفيات دي أول حاجة. كنا لسه بنتكلم في بداية كلامنا يا كابتن إن المنتخب من الأساس لما ما لعبش المباريات الدولية تراجع للتصنيف الثاني، وبالتالي خسر في المواجهة، على الأقل مواجهة الإياب ما تبقاش على أرضك، والكلام اللي احنا عارفينه إن أنت كنت تبتعد تماما عن يعني السنغال والحاجات التصنيف الأول، وكنت هتواجه منتخبات الصف الثاني اللي بالتأكيد أسهل شوية، بتبقى بيعزز من فرصك. ليه؟ لأن تصنيفك كان متراجع. دي بداية، انت ابني على دي، يعني دي عندك نقطة خلاص، انت طلعت الموضوع ده بميزة ان انت بقت مصنف خلاص تصنيف اول على الاقل، حتى لو خمسة ولا اربعة مع الماتشات اللي جاية يقدر منتخب مصر يكمل في القصة دي، لان هي دي زي ما قلت لك برضو نرجع لكلمة في اول، اذا حسن البدء حسن الختام تقدر تختم النهاية ان شاء الله، اللي هي سواء بقى كاس افريقيا او ان شاء الله صعود لكاس عالم. الدنيا الايام بتجري، ده كلها تصفيات كاس العالم هتبدا بعد سنتين، يعني الموضوع اقل من سنتين كمان، الموضوع بيبقى قريب جدا مع تصفيات كاس افريقيا. فاللي تقدر تبني من ده للفتره الجايه حاجه كويسه جدا، وتقدر تبني ان شاء الله يكون بدايه تاهلك لكاس العالم 2026 يبدا من وجودك في من تصنيفك من اللحظه دي. وبمناسبه طبعا التصنيف بكره طبعا القرعه طبعا الكاس العالم، واحنا محضرين كمان عباره عن اربع مستويات. طبعا احنا بنتكلم على قرعه كاس العالم في اربع مستويات، برضو فريق الاعداد محضر لنا المستويات نقدر نتكلم عليها. وعلى المستوى الافريقي يعني المنتخب السنغالي بيقع في المستوى الثالث، المنتخب الكاميروني اعتقد في المستوى الرابع، المغرب رابع، وتونس استفادت من هزيمه كندا بالامس من بنما، هو كان محطوط لحد امبارح تونس او كندا واحد فيهم ثالث واحد فيهم رابع، هي لعبت كندا من حظ طبعا الاخوه في تونس ان هو اتغلبوا من بنما فبقوا تصنيف رابع، وتونس اتحطت تصنيف ثالث. بس ايا كان يعني احنا بالنسبه لنا احنا كعرب يعني مش هيهمنا التصنيف قوي، لان احنا مش هناخد كاس العالم. لا ما مهم برضه بيسهل معانا شويه بيسهل يعني. بالظبط. طبعا المستوى الاول طبعا قطر، طبعا هي الدوله المستضيفه، عندنا قطر، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الارجنتين، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، رغم ان البرتغال كمان يعني وصلت عن طريق الملحق، لكن طبعا بتعد من على المستوى العالمي من افضل عشان نتائج السابقه. المستوى الثاني بتضم هولندا، المانيا، الدنمارك، سويسرا، اورجواي، كرواتيا، المكسيك، وامريكا. المستوى الثالث في السنغال، ايران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبيه، وتونس. والمستوى الرابع في كندا، الكاميرون، السعوديه، الاكوادور، وغانا، وواحد من ثلاث فرق، ويلز او اوكرانيا واسكتلندا. طبعا الفائز من ويلز واوكرانيا هيلعب اسكتلندا، هيوصل الفائز منهم. بيرو امام استراليا، وطبعا الامارات هتلاعب الفائز منهم. لا استراليا هتلاعب الامارات، استراليا والامارات واحد منهم مظبوط، وكوستاريكا او نيوزيلندا. طبعا دي طبعا القرعه هتكون بكره، وزي ما بقول لك يعني انا شايف المانيا في المستوى الثاني، واعتقد هتبقى مجموعات قويه جدا يعني أكيد. انت بتتكلم اي ترتيب قوي بصراحه يعني بتتكلم على مجموعات على مستوى عالي جدا، ومنتظر انت شايف يعني منتظر، مش هقول لك طبعا مين اللي هياخد كاس العالم من لسه صعب شويه، لكن دايما بيكون في منتخبات مرشحه على الاقل. تفتكر مين افضل منتخب؟ بنتكلم على منتخبات، اديني على الاقل مثلا ست منتخبات. لا ده سته ده كتير كمان كتير. طب اديني اربعه. المانيا، اسبانيا،
ممكن انجلترا، انجلترا عندها نحس شويه في البطولات اساسا وفي النهائيات عامه، اعتقد دول الاقرب شويه يعني. فرنسا مش طبعا من فرنسا طبعا عفوا، ده فرنسا حامله اللقب يعني اكيد. صحيح. فرنسا، اسبانيا، البرازيل، المانيا، اعتقد يعني بشكل عام ممكن ما تخرج، وبلجيكا لان بلجيكا متطوره في الفتره الاخيره. صحيح. بشكل كبير جدا، الله اعلم تقدر تاخد بطوله ولا لا، لان هي في البطوله الاخيره خدت الثالث تقريبا على حساب انجلترا، خدت البرونزيه. فممكن يبقى الجيل ده، لان هم برضه عندهم جيل مميز، ممكن الله اعلم ايه اللي هيحصل. ممكن دول في وجهه نظري الاكثر، لكن طبعا المانيا اي مجموعه تقع فيها تبقى مجموعه الموت زي ما بيقولوا بلغه الكوره، لان كونها ان هي تصنيف ثاني فهتقع مع حد من الكبار بقى، البرازيل ما اعرفش، الكبار دول فاكيد هتبقى مجموعه قويه، مجموعه المانيا من قبل ما نعرف هي مين يعني. اعتقد ان احنا هنشوف كاس عالم على مستوى عالي جدا طبعاً. بنتكلم على التوب ليفل في العالم كله على مستوى المنتخبات، قد يكون هناك دايما بيظهر في كاس العالم حصان الاسود زي ما بيقولوا. شفنا كرواتيا في وقت من الاوقات وكان صحيح. حصان اسود اوكرانيا كرواتيا صحيح، كرواتيا في الاخيره وفي 98. تفتكر مين اللي من المنتخبات اللي وصل، الخمس منتخبات على المستوى الافريقي ممكن يحقق يوصل مثلا زي نيجيريا يوصل لغايه دور الثمانيه؟ كتيبه الاعدام منتخب السنغال. منتخب السنغال لا بكل امانه مش عايز كلام، مع احترامي حتى للمنتخبين المغرب وتونس، لا منتخب تونس يعني انا شايف انه تاهل بشق الانفس. لابد يعاد النظر في كتير من عناصر المنتخب التونسي. كمان عندهم منتخب غانا برضو، عفوا المغرب، كان بصراحه سيء حتى المباراه الاولى قدام الكونغو ما راحش تقريبا الكونغو. طب رتب لي كده محسن افضل منتخبات اللي وصلوا من واحد لخمسه. من واحد لخمسه، رقم واحد السنغال، رقم اثنين احنا ما شفناش غانا لانها كانت في نفس توقيتنا للاسف، انا مش عارف غانا ولا الكاميرون، يعني يا غانا يا الكاميرون، وبعد كده تيجي المغرب وتونس، يعني غانا والكاميرون ايا كان فيهم الاول، عشان احنا ما شفناش بس ماتش غانا، شفنا كان في نفس توقيت مصر. لكن اعتقد ان هي مجرد ان هي هدفت على نيجيريا واحرجتها، ونيجيريا اللي اتعدلت معاها بضربه ترجيح، وقدرت تنتزع من ابوجا للتاهل، اكيد يبقى منتخب قوي زي ما برضو الكاميرون عمل، لان طبعا الصدمه للاخوه الجزائريين كانت قاتله طبعا، الدقيقه 124 بيجي لهم الهدف كانوا خلاص في السيناريو صعب جدا، سيناريو صعب جدا. بمناسبه يعني الشيء بالشيء يذكر، هم لما عجبني البيان اللي عمله عمر شرف الدين اللي هو رئيس اتحاد الجزائري لكره القدم، استقال طبعا، وقال لما الناس قعدت تقولوا بقى نعيد المباراه مش، قال لي يا جماعه نعيد المباراه في حاله اعتراف الحكم بالرشوه، وده مش هيحصل اصلا، ده لو كان اصلا مرتشي، لكن هو مش هيحصل. وبالمناسبه الحكم اللي هو بكاري جسامه اللي احنا كلنا بنكرهه في مصر، اهلاويه وزملكاويه ومنتخب مصر كلنا علينا تحفظات عليه، هو اللي كان السبب في، كان هو حكم المباراه دي رغم ان قراراته كانت بعضها عكسي ضد المنتخب الجزائري، لكن كونه كان حاد بعكس مصطفى غربال في ماتشنا ضد السنغال. مصطفى غربال كنت هكلمك عليه، انا لما سمعت ان هو يحكم المباراه انا يعني قلت من افضل الحكام، أنا اتبسطت جدا على المستوى الفني، على مستوى الهدوء فير. لكن اول ربع ساعه، اول ثلث ساعه من خلال المباراه حسيت انه مهزوز، يعني مهزوز كان، انا واضح ان الهدف الاساسي عنده يخرج بالمباراه لبر الامان، لا عايز يدي كارت احمر لا هنا ولا هنا، ولا عايز يدي ضربه جزاء يعني، الا بقى اللي كانت واضحه وصريحه يعني. عشان كده كنت تلاقي مثلا ايه اللي كان في تشيك فار كده كان بيقول لك بوسيبل ريد كارد، بينالتي ما رجعش اصلا او ما جاش يعني. هو تلاحظ حتى لما كان اي اثنين لعيبه يشتبكوا مع بعض، المباراه طبعا ساخنه والاجواء متوتره، كان يفض بينهم ويطبطب ويعمل، طبعا ده كويس وكل حاجه، لكن هو كان واضح الهدف الاساسي عنده اطلع لبر الامان، يا رب الماتش تخلص على خير، لان هو كون ان هو عربي ومنتخب مصر مش عايز اكيد مش عايز يظلم حد، لا مصر ولا غيره، هو مش عايز يظلم، لكن هو كان الاساس عنده ان هو كان عايز يخرج بره الامان، فده اثر على ادائه، بعكس زي ما بقول لك بكاري جسامه، لكن رغم ان بكاري جسامه مش في كفاءه غربال خالص، لكن هو كان حد مثلا ايه الجزائر تسجل هدف الغي على طول وبعدين يرجع الفار ياكد كلامه، لكن هو كان حد شويه يعني ايه، كان بيديها بعصبيه يعني، انا مش خايف منكم يعني، انا على ارضكم مش خايف منكم. عشان كده هو يمكن اللي عجبني التصريح اللي هو بتاع عمار شرف الدين، قال يا جماعه انا حتى هو كان في كلامه قال انا بنصح باستمرار جمال بالماضي لانه عنده مشروع ولازم يستمر. ده شيء مميز جدا بصراحه، هو مش في المسؤوليه، وعنده مشروع زي بنصح، وعنده مشروع وراجل قلبه على الوطن، وكان ممكن يعمل ده، لكن في النهايه التوفيق وعدم التوفيق حرم طبعا منتخب الجزائر. لكن هو قال لي يا جماعه عشان ما حدش يتكلم كتير على اعاده المباراه ونعمل والملف والظلم التحكيمي، الاعاده في حال واحده فيما لو الراجل خد رشوه واعترف بيها، واعترف وطبعا حتى لو خد رشوه مش هيعترف بيها، عشان بس ما يحصلش الكلام الجدل الكتير. طيب يعني هنسيب طبعا كاس العالم ونفكر حضراتكم ونفكر نفسنا كمان، نادينا النادي الاهلي العظيم عنده مشوار على البطوله الافريقيه ومباراه مهمه جدا امام طبعا فريق الهلال السوداني. شايف الاجواء ازاي، وازاي لعيبه النادي الاهلي اللي راجعه
مع المنتخب اكيد في احباط كبير جدا على المستوى النفسي. ازاي يقوموا تاني؟ ازاي موسيماني يشتغل ان خلاص يقفل الصفحه ديت؟ والموضوع مش سهل على فكره، انه لازم تقفل طبعًا الصفحه دي وتركز مع ناديك، لان كمان مباراه فيصليه في مشوار النادي الاهلي. اكيد. شوف رقم واحد، لعيبه الاهلي اكيد عندهم من خبرات انهم يقدروا يفصلوا في ده، كمان ان منظومه النادي الاهلي تقدر تفصل. عايز اقول للعيبه دي كمان يا جماعه، لو لا قدر الله لم توفقوا، يبقى انتوا في اقل من اسبوع خرجتوا من بطولتين، وبطولتين كبار، دور الابطال على مستوى الانديه وكاس العالم على مستوى المنتخب. فاعتقد يعني ما حدش مستحمل الكلام ده كله، كفايه حاجه. اللي حب حذر منتخب مصر او النادي الاهلي منه في المباراه دي، وعفوا يعني انا بقول الكلام ده، ان دايما الهلال السوداني او فريق الهلال السوداني الشقيق او المفترض الشقيق دايما يفتعل الازمات كل ما التقى بالنادي الاهلي بدون مبرر وبدون اي حاجه خالص. تلاقي مثلا يعني هو عارف ان الفار مثلا غير معتبر في دور المجموعات، بيطالب بالفار. طب هو يعني الـ 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 الكاف هيجيب لك انت فار لوحدك؟ يعني ما هو كل الماتشات اتلعبت في الاربع مجموعات بدون فار، اشمعنى انت؟ يعني هو دائما وابدا للاسف الشديد جدا يختلق المشكلات. حتى في مباراه الدور الاول وطلعوا، انا بصرف جدا المسؤولين بتوعهم يطلعوا يقول لك ومللنا من مجامله الكاف للاهلي. انا عايز اعرف مل ازاي وهو النادي الاهلي واخد 24 بطوله قاريه وانت صفر بطولات قاريه؟ يعني مل من حصول النادي الاهلي على البطوله. انت اذا كنت مليت فانت مليت من مشاهده النادي الاهلي وهو بيحصل على البطوله، ودائما ابدا يفتعل الازمات. انا ما بحبش الكلام ده، وبحذر لعيبه النادي الاهلي للاسف الشديد تحديدا فريق الهلال السوداني، رغم ان هو فريق كبير وعظيم وله كل التحيه والتقدير، دايما يفتعل مشكلات ويخرج بره المباراه. يعني انا حابب بس يعني قبل ما تقفل القصه دي، انا حابب اقول ان مواجهتهم مع النادي الاهلي كانت، تعالى نشوف ترتيب المجموعه برضو. نفتكر مع حضراتكم ترتيب مجموعه النادي الاهلي، ودي طبعا المباراه الاخيره، يعني المباراه الاخيره في هذه المجموعه، وطبعا كل التوفيق لنادينا النادي الاهلي. اكيد الامور صعبه مش سهله، لكن كلنا طبعا ثقه في لعيبتنا. كل بس الرساله ببعتها للاعيب المنتخب، اكيد كلنا محبطين، اكيد كلنا زعلانين، لكن خلاص دايما لعيب الكوره يبص لقدام ويبص للخطوه اللي جايه، والخطوه اللي جايه طبعا خطوه مباراه صعبه امام فريق الهلال. طبعا صن داونز ضمن الصداره يعني في المركز الاول ب 13 نقطه، النادي الاهلي في المركز الثاني بسبع نقاط، الهلال اربع نقاط في المركز الثالث، المريخ باربع نقاط في المركز الرابع. نتمنى ما يكونش في مفاجآت، لان لغايه دلوقتي طبعا النادي الاهلي هو الاقرب ان شاء الله للوصول. ايه اللي يعمله النادي الاهلي؟ بنتكلم على المستوى الفني شويه، موسيماني يشتغل المباراه ازاي؟ قتل المباراه من بدايتها، قتل المباراه من بدايتها. لان انت اي وقت يعني النتيجه طالما هي تعادل المنافس عنده امل. انا بقول بكل امانه يعني بتكلم كرويا، ان انت طول ما المباراه بالتعادل انت يعني مثلا خد التعادل على الفوز يعني. بالظبط. خد انت تجربه مثلا الجزائر والكاميرون، الدقيقه 124 بيجيب جون، لكن لو كان مثلا الجزائر للاسف كان متقدم مثلا بهدف ثاني، فخلاص ما يفرقش معاه ان يجوا له الجون اللي هو على طريقه القاضيه ممكن دي. فانت كان المفروض موسيماني والنادي الاهلي يحسموا المباراه مبكرا، يقتلها مبكرا بهدف، مش هقول اكتر من كده، يعني ان انت تبقى متفوق حتى اللحظات. ودايما اللي بيقلق في الموضوع ان دايما لو انت نازل عندك اثنين اوبشن. أيوة. انا ساعات بخاف من النقطه دي بصراحه. يعني انت عندك يعني تعادل يا نكسب، وبالتالي نادي الهلال ما عندوش الا هدف واحد. صحيح. هو الفوز، فعشان كده الضغوط عليه هو مش عليك انت صدر الضغوط دي، وعندك استفاده بالعنصريه الارض والجمهور، تقدر تتفوق من البدايه. وانت لو سجلت هدف المتاكد النادي الاهلي يقدر هو يتوتر اكتر، فانت تبقى عندك تقلب انت الايه، مش اللي هو طول ما النتيجه 0-0 انت في توتر. يعني منتخب السنغال رغم قوته هو الفريق الافضل في القاره الافريقيه، شفت الشوط الثاني كان عامل ازاي؟ لان النتيجه 1-0 لو كانت لا قدر الله كانت 2-0 كانت تعمل له اريحيه اكتر. في الوقت اللي يا دوبك ربع ساعه بدانا نمسك فيها كوره، هم يعني انت وصلت كتير ورحت كتير، وصلت في الشوط الثاني، فحسيت ان هم لا متوترين، لان بالنسبه لهم عشان كده للاسف الهدف بتاعهم كان مبكر. يعني عارف انت لو الهدف ده مثلا اتاخر حتى الشوط الثاني كان هم بقوا زادوا اكتر ارباكا. فعشان كده على النادي الاهلي نستفيد من مباراه مصر والسنغال ومباراه الجزائر والكاميرون، ويقتل المباراه مبكرا، ما يعتمدش خالص على نتائج، سواء حتى مباراه تونس ومالي. هو اي نعم تونس فازت في مالي 1-0، لكن المباراه كانت 0-0 لحد الدقيقه الاخيره، او انتهت اصلا 0-0، فيما لو لا قدر الله كان مالي سجل جون كان قلب قلب، يعني كان ما تعرفش ايه اللي هيحصل، ضربه الترجيح. كلنا ثقه في لعيبتنا وكلنا ثقه في يقتل المباراه من اولها ان شاء الله. محسن بنشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كالعاده. طبعا بعد الفاصل كمان عندنا فقره مميزه جدا في المحترف، بنتكلم على فقره التحليل الفني لنجوم العالم. اتكلمنا في الفقره دي مع الناقد والرياضي ومحلل الاداء الاعلامي محمد الباز، اتكلمنا عن تشيلسي واتكلمنا على نجوم كبار زي ليفا و لكن النهارده كمان هنتكلم على
اعتقد اغلى لاعب في العالم الان يمكن بعد امبابي او مع امبابي هالاند، لعيب طبعا بروسيا دورتموند. هنتكلم ايه ليه سعره وصل 250 مليون يورو اللاعب هالاند لاعب بروسيا دورتموند. هنشوف بيتحرك ازاي، بيجيب اجوان ازاي، نقط القوه عنده ايه، سرعاته ايه، من خلال التحليل الفني مع نجمنا التحليل الفني العالمي محمد الباز بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم في اخر فقراتنا النهارده في المحترف، ودايما يوم الخميس عندنا لقاء مميز جدا عن التحليل الفني، لكن بطرق مختلفه شويه، يعني بنتكلم على تكتيك بشكل مختلف، بنتكلم على لعيب عالمي بنحلله بشكل ادائي مختلف شويه ممكن الناس ما تكونش شايفاه، وكان يعني ويظل معانا طبعا الناقد الرياضي والمحلل الاداء العالمي محمد الباز، بينورنا دايما في المحترف. محمد مساء الخير. مساء الخير كابتن هاني، منورنا. نور حضرتك. هالاند، كل أندية العالم بتتنافس على الحصول على خدمات هالاند في الصيف المقبل، بنتكلم على السيتي، بنتكلم على ريال مدريد، بنتكلم على مان يونايتد، بنتكلم كل باريس سان جيرمان، يعني كل الأندية العالمية. ووصل يمكن آخر ديل لحوالي 250 مليون يورو لهذا اللاعب. ليه؟ أرقام كبيرة. هالاند الداهية، هالاند طبعا أقوى لاعب سترايكر رقم 9 في العالم من وجهة نظري، مش بس بدنيا، لا ذكاء، اي كيو عالي جدا، سمارت في كل حاجه. هنتكلم على التحركات، على كل اللي بيعمله من ناحيه التاكتكس والستايل بتاعه في الفينيشنج، في تمركزات، في البوزيشننج، في كل حاجه عن هالاند. في البدايه عايز اكلمك بس عشان الناس كمان تتابع معانا، ان بنتكلم على نجم كبير زي هالاند عمره 20 سنه، يعني هو 21 سنه دلوقتي ولسه طبعا بينافس. يعني 21 سنه بنتكلم على نجم عالمي عنده 21 سنه، واحنا لسه هنا يا محمد بنقول 21 سنه يلعب فريق اول ولسه ما لعبش فريق اول. فخلينا بس احنا صحيح في هالاند، وقول لنا ليه بهذه القيمه التسويقيه العاليه جدا هالاند. طيب انا هالاند بدا يتوهج رقميا وفنيا طبعا مع بروسيا دورتموند من 2018 2019، يعني خاصه كان في كاس العالم للشباب في 2019 حصل على الجولدن بوت، وكان لاعب متالق جدا، بدا ظهوره كان وقتها عنده 18 19 سنه ان هو يوصل ويلمع والعالم كله يعرف بيه وقوته. بعد كده طبعا بدا يظهر بشكل كبير جدا مع بروسيا دورتموند، خصوصا في الموسم الماضي 2020 2021، حصل على افضل لاعب في البوندسليغا وكان هداف الشامبيونز ليج اللي هي النسخه اللي قبل الاخيره ب10 اهداف. هالاند رقميا متوهج جدا، يعني بروسيا دورتموند احرز، يعني لعب 82 مباراه احرز 80 هدف، يعني دايما 80 هدف 80 هدف من 82 مباراه من 2018 حتى الان. بنتكلم على الموسم الماضي يا كابتن هاني، مثلا لعب 41 مباراه مع بروسيا دورتموند احرز 41 هدف. الموسم الحالي 23 مباراه حتى الان ب 23 هدف، يعني معدل كل مباراه هدف بيسكور، معدل رهيب، يعني معدل رهيب. يعني حتى نتكلم على مثلا صعيد البوندس ليجا، هو دايما بينافس روبرت ليفاندوسكي بشكل كبير، روبرت ليفاندوسكي هو الهداف ولكن هو دايما المركز الثاني او الثالث، دايما متواجد هالاند بشكل كبير جدا رقميا، موجود جوه البوكس معظم اهدافه 8، يعني نقدر نقول من 95 ل 98% من اهدافه من جوه البوكس، من جوه منطقه الجزاء، احرز هدفين بس هذا الموسم من خارج منطقه الجزاء. القوه الجسمانيه والبدنيه لهالاند مع رغم كل دوت احرز 5 اهداف بس بالراس، يعني رقم خطير، وده كله بيثبت لك قد ايه هو تحركاته والستايل بتاعه في التمركزات، في ضرب الخصم وخط الظهر عند كل المدافعين خطر جدا عليه. اتكلم وقبل ما نخش على التكتيك بس عايز كمان اقول لك واقول للناس ان اختيارات اللاعبين يا جماعه مش اي لعيب كويس نادي ياخده، ده بيكون في معايير محدده على مستوى المدرب هو اللي بيختار، على مستوى زي الترس كده زي ما بيقولوا الحلقه المفقوده. فانا عايز اسالك، المان سيتي عند مهتم جدا، ريال مدريد مهتم، برشلونه مهتم، باريس سان جيرمان، ايه النادي اللي ممكن تقول لا هو دوت هالاند هيبقى فيت فيه، اللي هو الحلقه المفقوده هتكون في النادي ده، نادي ايه؟ اكتر نادي هو هيكون مكمل ليه تكتيكيا هو المان سيتي من وجهه نظري، المان سيتي ثم برشلونه، لان ريال مدريد مستبعد جدا. احنا اتكلمنا على طريقه لعب ريال مدريد بوجود فينيسيوس، موجود كريم بنزيما، لا هم طريقتهم مختلفه تماما عن الستايل والتاكتكس اللي بيعمله هالاند في ارضيه الملعب.
التاكتكس بتاعه كانديفيدوال تاكتكس بتتماشى تماما مع طريقه بيب جوارديولا مع المان سيتي او مع برشلونه كالمشروع طبعا اللي بيبنيه تشافي دلوقتي بوجود عناصر زي جافي زي بيدري كلهم 18 سنه و17 سنه وهو كمان 21 سنه، فهو تكتيكيا بتحركاته اللي هنشرحها تتماشى اكتر مع المان سيتي وبرشلونه. هو قد يكلف برشلونه كابتن دلوقتي 135 مليون يورو، قيمته السوقيه 150 مليون يورو، طبعا في شرط جزائي 75 مليون يورو لبروسيا دورتموند، انت معدي ال 200 وشويه يعني 200 مليون يعني. التاكتكس هنشرح دلوقتي ليه هو اكتر نادي مناسب ليه ويقدر ان الفريق دوت يستفيد من خدمات هالاند هو المان سيتي او برشلونه بتحركاته وبشغله في ارضيه الملعب. طيب نبدا احنا دايما هالاند عندنا دلوقتي ده لاعب ذكي جدا، مش بس مهاري، مش بس سترايكر هداف بيسكور كل ماتش، الذكاء عنده الاي كيو سمارت جدا يا كابتن هاني في التحركات. نقطه قوه هالاند في التحركات بتاعته، التحركات بيضرب بيها الخصم بشكل كبير جدا وبيعتمد على سرعته ان هو داهيه زي ما سموه الداهيه فعلا، مكار مسمينه في اوروبا المكار فعلا، المخادع للخط الدفاع عند اي خصم. يعني دايما بنشوف هنا هو هالاند موجود هنا، بص يا كابتن هاني اللي بيلعبه الطريقه اللي بتلعب بيها بروسيا دورتموند ان هو بيرمي الكوره اي لاعب معاه كوره، سواء كان بنتكلم على هازارد، بنتكلم على طبعا ماركو رويس مع بروسيا دورتموند، بيرمي الكوره في المساحات، هو اللاعب الوحيد اللي في العالم اللي بيخلق المساحه لنفسه، يعني بتحركاته بنفسه، يعني بمعنى ان هو هنشوف مثلا المثال ده هو قبل ما يتحرك عارف ان الكره اول ما هتيجي هنا هتتحط في المساحه الفاضيه بالظبط، هما بيرموا له في المساحه وده اعتمادا على سرعته، دي نقطه القوه الثانيه اللي بيعتمد عليها هالاند. يعني بنشوف في المثال دوت خط الدفاع هو طبعا يعني ثلاثة قافلين عليه دايما، في الصوره دي هتقول ان هو تقريبا بيلعبوا 3 على 1، لكن تحركه السريع جدا والكونتاكت اللي هم عارفين بالظبط ان الكره هتروح في المساحه دي كمان مع التايمنج عشان ما يروحش بالزبط. بدري ويكون موضوع الاوفسايد يعني، فالسبيد بتاعته بيقدر يظبطها مع التايمنج عشان يضرب الاوفسايد، بتترمي الكوره في المساحه بيقدر ان هو يعني احنا نكمل الصوره الثانيه بتوضح الهدف جه ازاي، تحرك هالاند دخل في العمق دايما تحركاته في العمق زي ما قلنا دايما هو بيلعب شورت باس وبيستقبل وبيستخدم الشورت باس بشكل كبير جدا. نبدا نتحرك في ادي المشهد الاولاني، اتحرك يا كابتن ضرب الخصم راح في المساحه الفاضيه دايما بيخلق المساحه لنفسه واتلعبت له يعني نقدر نقول من الاهداف من 82 او مباراه 80 هدف 85% من اهدافه بالشكل دوت. بقت الكره دايما بتترمي في الفري سبيس، هو اللي بيخلق السبيس دايما لنفسه بالشكل دوت، بيبدا ان هو يعدل نفسه ويخش ويحرز الهدف ده بالنسبه للهدف الاول. طيب الهدف التكنيك الثاني عند هالاند في تحركاته هو اعتماده على سرعته، الهدف ده مثالي جدا بيوضح لنا سرعه المهاجم دوت اللي هو احنا بنتكلم على سنتر فورورد اصلا بيلعب سترايكر رقم 9، بينزل سمارت جدا في الترانزيشن بيقلب في التحول ده بسرعه. شوف يا كابتن هاني ده اللاعب زميله هو اللي رمى له الكره في السبيس زي ما قلنا، هو دايما هنا جايب لنا المسافه ما بينه وبين الخصم 5 متر، 5 متر ده كتير، لو وراه ب 5 متر يعني هو وراه ب 5 متر يعني مفترض بديهي، يعني نرجع نقف عند الصوره اللي فاتت، نرجع تاني يعني بس نقف هنا، اي حد كابتن هاني ممكن يشوف الصوره ديت خلاص الف ب ان المدافع هياخدها، هو الاقرب المسافه ما بينهم زي ما حضرتك قلت 5 متر، ومع ذلك اعتماد هالاند على سرعته ان هو بدا ان هو يكنترول الكره ويسبق المدافع تقريبا سبقه ب 2 متر واستحوذ على الكره وطبعا ترجمت لهدف. يعني انت بتتكلم الجزء الاولاني هو بيعتمد بسرعته اولا في ضرب خط الدفاع مع تفاهم واضح من خط النص وبالتالي بيروح في اقصر الطرق، الجزء الثاني عمليه السرعه المفاجاه ما بينه وما بين السيرد باك بيستغلها لكسر الريسنج زي ما بيقول السباق واحد واحد، وهو عنده قدره كبيره جدا على الفوز بالريسنج يعني بالظبط. ودايما هالاند يعني هنشوف حتى الجون الثالث ده بيشرح لنا حته ثانيه او حته ثالثه زياده في التكتيك بتاعه في تحركاته. دايما هالاند في وسط المدافعين سواء كان تكتل دفاع سواء كان كومباكت او ثلاثه او زياده عدديه عليه، دايما يا كابتن هاني معروف عن هالاند ان هو بالاي كيو الذكاء اللي عنده بيبص للمدافعين وبيخدعهم، يعني دايما بينزل بيتحرك بيعمل الزجزاج بيسموها ان اوت ران، بتلاقيه دخل يمين خرج شمال ما بيعرفوش يسيطروا عليه. هو لعيب بيتحرك في مساحات كمان مش لعيب سبرنتر اللي قدام بس، لا ده كمان ممكن يتحرك عرضي بشكل كويس على اساس يهرب بجزء كبير من الرقابه يعني. بالظبط ده في المشهد اللي احنا شايفينه، لعب الكره اتلعبت له خلاص دخل في وسط الاربعه واحنا الكره كانت بدات
اتجه للمرمى حط نفسه في وجهة المرمى طبعا واحرز هدف. الموفمنت من غير كوره او اوف بول موفمنت زي ما بيسموها، التحركات من غير كوره دي مهاره، مش بتعتمد صحيح. بس على القوه البدنيه او الجسمانيه، لا تعتمد على الفكر. ده معروف عن هالاند، هالاند بيربط الفكر العقل اللي بيسموها المينتال سكيلز، العقل عنده والتفكير عنده مع مهارته طبعا الكرويه. صحيح. هنا طبعا انا بتكلم على ضرب تقريبا الخط الظهري كله. وخلينا نتكلم على نقطه مهمه كمان يا محمد، ان ممكن اعمل انا كل دوت واجي على موضوع الفينش وضيع الكوره بالظبط. فكمان هالاند اعتقد نسبه الفينشنج بتاعه وصلت لاكثر من 90% ايجابيه بلس، يعني لو راح على المرمى 10 مرات هجيب 9 تجوال. صحيح. وده رقم كبير جدا، والدليل ان هو في كل مباراه بيسكور، ده معنى ان نسبه الاكس جي عنده الاكسبكتد جولز عنده عاليه جدا بمعدل الاهداف، والفينشنج عنده عالي جدا. ده من الستايل بتاع لعبه مع الكاركتر بتاعه زي ما احنا شرحنا. اهم ما يميز هالاند، احنا ليه قلنا ان طريقه هالاند بالتحركات دي تتماشى اكتر مع مان سيتي على سبيل المثال؟ لان مان سيتي دايما بيعتمد على الديناميكيه اللي بتحصل لما بينزل رودري او بينزل مثلا دي بروين، ان هو في البيلد اب ويبدا يحرك. هو لما بيحبش قوي الراس حربه الصريح، يعني وهو دوت يعتبر راس حربه صريح ده صحيح. تسعه صحيح، ولكن زي ما احنا شفنا مش متواجد في البوكس، هو بيخلق مش في البوكس بالظبط. فتحركاته السريعه بذكائه بمكره داهيه مسمينه كده، مش لوكاكو يعني، مش لوكاكو، مش ثابت واقف مستني الكوره لا، ولكن انت هتلاقيه في السته كمان في تايم هتلاقيه. التحركات اللي بيعملها دي كلها تتماشى طبعا مع الفكر بتاع بيب جوارديولا، مع تحركاته طبعا مع الكانسيلو مع ناحيه الشمال زي ما شرحنا قبل كده، مع جريليش التحركات الموفمنج اللي بتحصل ما بينهم. هو هيكون مساعد بالنسبه لهم، ان هو مش بس بيخلق السبيس لنفسه زي ما شفنا، ده ممكن يخلق سبيس لزمايله زي ما شفنا دي بروين والعكس، ممكن يعمل دويتو هايل مع دي بروين، لان طبعاً. دي بروين كمان عنده رؤيه حلوه قوي، ودي بروين دايما بيحب يلعب الكره سريعه، يعني اول ما ياخد ويلمح ممكن تكون. هل تعتقد هو ده السبب ان السيتي هي الاكثر نادي دلوقتي مش اكثر نادي مهتم، لكن العرض الاكثر يعني نقدا بنتكلم في 250 مليون يورو عقد لهالاند، شايف ان جارديولا شايف ان فعلا هتكتمل الصوره بشكل كامل بوجود هالاند في منظومه الهجوم بالنسبه للسيتي؟ بكل تاكيد، وده بيب جوارديولا مش ما بيبص، ده عنده فيجن حتى للنادي حتى ولو ما كملش. صحيح. فهو هالاند هيخدم على التاكتكس او طريقه لعبهم اللي خلاص شربوها وحفظوها من فلسفه بيب جوارديولا لاعوام قادمه. طبعا هو هيبقى مكمل كبير جدا، بيساعد في تحقيق الشامبيونز ليج الميسنج دلوقتي، البطوله اللي صحيح. لسه بيستناها بيب جوارديولا. معانا برده شويه فيديوهات اهداف هنعرضها. طب يا ريت تحركاته بقى بشكل لايف وهو بيتحرك ازاي، بيضرب الخصم ازاي. يعني احنا بص كابتن هاني، يعني لو نقدر ان احنا نقف ونشوف حلو. دي كمان صوره بتبين قد ايه ان هو بيجري من ورا المدافع مش من قدامه بالزبط. يعني هو بيجري بسرعته، وزي ما بقول لك مهم جدا يا محمد ان هو سهل قوي في الفينش، يعني ما عندوش صعوبه في انهاء الهجمه. يعني بص كابتن هاني دايما ليه ضرب 3 4 في الخصم، احنا ارقامه ممكن ما يكونش بتنافس ليفاندوسكي على سبيل المثال، او مثلا بنتكلم في هاري كين، يعني تحركاته وبعدين تحس الموضوع سهل بالنسبه له، يعني مش تنشن وهو بيلعب. ليه سهل؟ لان هو بيستخدم زي ما هم عملوا تحليل الكاركتر بتاعه كابتن هاني، الاي كيو، بيقول لك اي كيو عنده سمارت جدا، بيقدر ان هو يخدع المدافعين، يعني مجرد انشغالهم بس بالكوره بتلاقيه تواجد حتى في الاسيست. هو عامل 5 اسيست طبعا، عامل 5 اسيست الموسم الحالي، بيقدر ان هو ايضا يساعد زمايله في تحقيق الهدف. ده اسيست، ده شكل من الاسيست اللي هو دايما بيعمله، دايما بيقولوا ان هو حنين على الكوره، يعني ده المصطلح اللي قالوا عليه في الفينشنج. خلي بالك تركيز، بعض الناس بتقول ان اللعيب طويل قوي ما بيكونش مهاري، لكن واضح طبعا ده بوزيشن توقع اكتر من رائع في كرة زي ديت. وزي ما بقول لك هو تحس انه ما بيعملش مجهود، هو دايما موجود في المكان الصح في الوقت الصح بالظبط. البوزيشننج الفينشنج عنده عالي جدا. وهم حضرتك قلت دلوقتي اللعب بوكس هو 192 سنتي، وعلى الرغم من ذلك الرقم الخطير اللي قلناه 5 اهداف فقط بالراس في هذا الموسم. تخيل من 23 هدف 5 اهداف، نسبه مش كبيره، وده بيثبت لك ان كل اهدافه بتحركاته بضرب الخصم من ورا الخصم، بيتحرك في العمق بشكل كبير جدا، بيفتح لنفسه او يخلق لنفسه السبيس او لزمايله، وبيفنش بشكل رائع جدا. هو ده ما يميز هالاند. اعتقد النادي الثاني اللي يقدر ان هو يستفيد تكنيكيا او تكتيكيا من خدمات هالاند هو برشلونه بعد المان سيتي. اما باريس سان جيرمان ما اعتقدش ان هو يعني الفريق مكمل. ما يانج شايف ان هو بيقوم بدور كويس قوي مع 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 تشافي، ان هو صحيح منذ انتقاله من ارسنال لبرشلونه بيقدم مباريات اكثر من رائعه، بيحرز هدفين في الريال. اوباما يانج كمان بيأدي بشكل كويس، لكن صحيح. اكيد اضافه
هالاند لو كان هناك، بس اعتقد الشخصي الفلوس هتبقى كتير على كتير. فهو اقرب نادي قد يكون مان سيتي ثم باريس سان جيرمان. هو بيبص من ناحيه الماديات اكتر، هو اكتر فريقين في العالم دلوقتي يقدروا ان هم يدفعوا او يعني يخلصوا الصفقه ديت، على الرغم من احتياج المان يونايتد بشده وبقوه لخدمات مثل هالاند. بس طبعا للاسف ما مش هيقدر ان هو يعني يخش في المفاوضات مع الارقام الكبيره لهالاند. صحيح. طب انا قبل ما اختم معاك في نقطه اتكلمت فيها الاي كيو، يعني دايما بنتكلم على، وعايز ارجع ونقارن شويه ما بين الصفقه اللي الانديه المصريه بتدور عليها، معاييرها مختلفه شويه. صحيح. المعايير والقياسات اللي بيقيسوا بيها بره ايه؟ انت قلت لي الاي كيو، هل ده من الاختبارات بيبقى فيه اي كيو تيست للاعيب بيخش فيه ويعرف المدير الفني او السبورت دايركتور بيعرف هل ده مناسب لفرقتي ولا لا؟ هل على المستوى التكتيكي زي ما بنتكلم المدير الفني يعني مش كل لاعب كويس ينفع في نادي كويس؟ صحيح. احنا هناك في اوروبا في تحليل الصفقه او اللاعب اللي يقدر ان هو يخدم على فريق معين ما بيبصوش بس رقميا او مثلا هو جاب جون الماتش اللي فات او ساعد فريقه في البطوله. طب قول لي بيعملوها ازاي؟ درستها ازاي يعني؟ درستها ازاي؟ اهم حاجه عندهم او بيدرسوا او اربع خمس محاور اساسيه منهم مش بس الارقام وتحركات والتكتيك دوت، لا الكاركتر هل ده اصلا بعقليته بالاي كيو بتاعه بذكائه يقدر يخدم على طريقه اللعب بتاعه الكوتش الموجود؟ يعني محمد صلاح لما جابوه في ليفربول لا كانت في دراسه زي ما حضرتك قلت في فيديو اناليسيس او في تحليل الارقام بيشوفوا هل ده يتماشى مع الفريق ولا لا. زي دياز لما جابوه في اخر صفقه لويس دياز مع كلوب مع ليفربول نفس الكلام. وهتلاقي حضرتك دايما ارقامهم مش كبيره في البدايه 30 40 مليون يورو او بعد كده القيمه السوقيه بتزيد مع الحضور. اول حاجه بيحللوها هل يتماشى مع طريقه لعب المدرب ولا لا، هل يتماشى مع الكالتشر بتاعه النادي. ده مهم جدا طبعا، يعني طبيعه النادي وكالتشر النادي وصفات النادي منتاليتي النادي، هل يستطيع بالبرسوناليتي بتاعته وشخصيته وهل يتوائم. صحيح. او يتوافق. وده المشكله اللي بنشوفها في اكبر الانديه سواء عندنا حتى في النادي الاهلي، ودايما بندعو ان احنا ناخد بالنا لان في لعيبه ممكن تتوهج مع انديه اخرى وتاتي عند النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي بيختار شخصيه النادي الاهلي بالظبط، فلازم يتماشى مع شخصيه النادي الاهلي. بعرف انت بتلعب في فريق بطولات. صحيح. انت بتتحط تحت ضغوطات كبيره جدا، فتحليل الشخصيه. الثالث بقى انت اتكلمت نقطتين، النقطه الثالثه. النقطه الثالثه زي ما قلنا احنا نتكلم على الكاركتر، بنتكلم على بتماشى مع طريقه لعب المدرب، رقم ثلاثة المينتاليتي والفكر والثقافه بتاعه النادي، يتعايش ازاي مع الاجهزه وزمايله ويتعامل ازاي. رقم أربعة زي ما حضرتك قلت الشخصيه اللي بتوديه، هل ده يقدر يكمل معايا على اللونج ران ولا على الشورت ران. دي بتتحسب بمعنى انا السن بقى السن. يعني ترجع للسن، ولد عنده 21 غير لما يكون عنده 31. صحيح. هنا بيقف شويه رقميا، بيستخدم بعض المعايير الرقميه اللي هي تقدر تخدم هل اللاعب ده لو انا هعمل هايرنج او اقدر ان انا يعني اخلص صفقه معاه واشتريه في الوقت الحالي، هل هيفيدني لمده سنه سنتين ولا هل حد يمتد معايا، هل ان هو لو جه مدرب يعني كل ده بيتحط في الاعتبارات. لو تم تغيير المدرب وبدا المدرب ده يستخدم طرق مختلفه، هل المدرب الجديد برضو لما بيجي بيتم تحليل للشخصيه، ما يفرضش طريقه لعب معينه وخلاص، لازم يتكيف مع كواليتي. بيبقى اسد للنادي، بيبقى ده عامل مهم جدا للنادي. وزي ما انت قلت يعني هالاند لعيب صغير لسه عنده 21 سنه، اعتقد كمان من خلال انتقاله الاقرب هيكون المان سيتي. صحيح. شايف مستقبله ازاي خلال الخمس سنين اللي جايه؟ صحيح. انا هجاوب حضرتك السؤال ده، بس عايز ارجع لاخر نقطه في التحليل للصفقات. المالتي تاسكينج. المالتي تاسكينج ده مصطلح بنشوفه في البيزنس كتير. ولكن في الكوره دلوقتي بقى موجود. يعني ايه المالتي تاسكينج؟ لما نرجع اللاعب ده يقدر يديني في اكتر من بوزيشن. يعني زي ما شفنا دلوقتي كانسيلو كان بيلعب اصلا هاف يمين او بيلعب باك يمين، دلوقتي بيب جوارديولا خلق منه ان هو يلعب باك شمال ويبقى من اقوى الباك شمال في العالم وبيساعد في الاهداف. اللاعب ده عنده المرونه التكتيكيه او المرونه ان هو يقدر يلعب في اكتر من بوزيشن ولا لا؟ ده مهم. نرجع لسؤال حضرتك، مستقبل هالاند في الخمس سنين القادمه طبعا هنشوف البالون دور، هنشوفه موجود في الجوائز الفرديه بشكل كبير جدا، لان هو لاعب انا اعتقد ان هيفرض على التحليل الرقمي في العالم ان تحركاته بذكائه ده. هنتابع ده معاك يا محمد، يعني اكيد هنتابع ده معاك. يعني احنا طبعا بنسعد بوجودك معانا، بتتكلم بره الصندوق وبتجيب يعني ارقام مميزه جدا. بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك وكل التوفيق ان شاء الله النادي الاهلي في المباراه. يا رب ان شاء الله كل التوفيق ليك، وشكرا جزيلا لحضراتكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، رمضان كريم علينا كلنا ان شاء الله. باذن الله هلتقي بحضراتكم يوم الثلاث في رمضان
والأهلي في رمضان حاجة مختلفة تماما، ودايما رمضان ليه نكهة حلوة وكلنا بنحب رمضان، ويا رب دايما شهر الخير والسعادة علينا كلنا على مصرنا الحبيبة. كل سنة وحضراتكم طيبين، ولقائي معاكم إن شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي، والأهلي في رمضان. إلى اللقاء.